بسم الله الرحمن الرحيم. بنبدأ أول محاضرة أونلاين في المقرر MDB 152 Metallurgy and Material Testing. أول حاجة ده الكورس كونتنت أو الحاجات اللي احنا هنديها برنامج المحاضرات. البرنامج التوتوريال واللاب ده ممكن يبقى فيه فلكسبيليتي شوية، هنقدم ايه امتى وهنعمل ايه، لان لسه ما عملتش السكيدول بتاع الاسابيع كلها. تمام، اللي يهمنا دلوقتي ارجو ان يكون الصوت واضح، وانا فاتح المايك لعبد الله لو في حاجة يقول لي على طول. الصوت واضح يا عبد الله؟ تمام يا دكتور. تمام. خلوا بالكم بقى كويس قوي من تقسيمة الدرجات في الترم الثاني بتاع مقرر MDB 152 مختلفة عن تقسيمة الدرجات في المقرر الأولاني بتاع MDB 151 اللي كان في الترم الأولاني. احنا عندنا هنا الفاينل اكزام عليه ويت كبير 60% من الدرجة، عشان الناس تبقى يعني تبذل مجهود قوي وتذاكر، هتذاكر اول باول كل حاجه، لان الحصص والمعامل هناخد ان شاء الله كده كل اسبوع تجربه او اتنين جداد، فلازم الناس تتابع كويس، ما فيش حاجه ايه تفوتها اول باول. الحاجه الثانيه نبتدي من الاول كده الاساينمنت او زي ما بيسموها الستودنت اكتيفيتي، عليها 10% من الدرجه، الدرجه كلها من 100 درجة المقرر، ف 10 درجات للستودنت اكتيفيتي، 10 درجات للميد تيرم. هنا الميد تيرم ما لهوش ويت كبير قوي زي المقرر بتاع الترم الاولاني. عندنا البراكتيكال والاورال وكده 20%، يعني 20 درجة بنقسمهم على حاجتين، امتحان الاورال، الاورال اكزام والبروجكت. فان شاء الله هيطلب بروجكت بسيط وممكن يتنفذ، وفي الغالب هيبقى مجموعات اللي بتعمل بروجكت عددها كبير، يعني مش المجموعات بتاعه التقارير بس. اوكي، نروح ل البرنامج تاني. فهنا 10 و10 20 و20 مقسومه للبراكتيكال، يبقى 40 مع ال 60 بتاع الفاينل، يبقى ادي 100 درجه. بيشارك معنا في بعض السلايد احنا هنعديها، بيشارك معنا الاستاذ دكتور احمد منيب من الترم اللي كان معنا في الترم الاولاني، وبيشارك معنا الاستاذ الدكتور طلعت البناوي برضو، زوم طلبه شافوه في الترم الاولاني في بعض الحاجات. في حاجه يعني هنبدا الموضوع بسرعه، وفي بعض السلايد انتوا خلوا بالكم، يعني دايما خلي معاك ورقه وقلم. في الكليه انا باصر ويعني بحاول الزم الناس كلها ان هم يبقى معاهم ورقه وقلم يكتبوا النص اللي احنا بنقولها. هنا دلوقتي برضو في المحاضره اونلاين يبقى معاك ورقه وقلم، لان في بعض السلايد خد رقم سلايد عشان لما ببعت لك الفايل على الويب سايت تبقى انت عارف اني سلايد اللي احنا بنتكلم عليه. السلايد دي كانت معموله على ان احنا بندي المحاضره يعني اون كامبس مش اونلاين، وكان بيبقى فيها بنسال سؤال كده وبنتكلم على الحاجات بتاعه، موضوع مهم جدا في اي حاجه فيها عملي او تجارب او معمل وحاجات زي كده، بنتكلم على السيفتي. فالسيفتي هنا في الحاجات اللي بنشتغل فيها لازم يكون بناخد اعتبارات السيفتي لكذا حاجه، اهم حاجه واولهم اللي هو السيفتي بالنسبه للبني ادمين نفسه. اذا كان انت الطالب او زميلك اللي واقف جنبك او يمينك شمالك وراك قدامك، المهم الزميل اللي واقف جنبك. الحاجه الثانيه عضو هيئه التدريس او الهيئه المعاونه اللي بيشرح وبيشتغل في المعمل او في اثناء التجربه، الفني اللي موجود وبيعمل التجربة أو بيشغل المكنة،
ده جانب الايه اللي هو السيفتي بالنسبه للهيومن بين او البني ادمين نفسهم. تاني حاجه هو السيفتي بالنسبه للمكان اللي احنا فيه المعمل وما يحتوي بقى من اجهزه ماكينات او معدات او اي حاجه تانية. تمام. يعني تدخل الناس بالويتنج. نعم. ما انا كل شويه كده بقى هعمل له يعني هحاول اعمل له مينيمايز عشان ايه يبقى جام في ثلاثه تقريبا ولا حاجه اهو اعمل لهم ادميت. اوكي. شكرا دكتور. العفو. مش عارف ده هو اوكي. فهنا لما بنتكلم على السيفتي ده لازم نبقى حاطين في اعتباراتنا اهميه السيفتي بالنسبه لاي حاجه. وعلى فكره السيفتي ده مش بس عشان المقرر اللي احنا بندرسه، لا ده السيفتي ده انا المثال دوت او السؤال دوت الصفحه دي انا كنت بسال سؤال كل واحد يفكر ايه المعدات او المواقف او الحاجات اللي هو لازم يكون وهو بيستعملها او بيشتغل بيها او 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 يكون عامل واخد في اعتباره الحاجات بتاعت السيفتي. هفتح لكم الماي يعني اللي عنده في يجي في باله حاجه مثال كده فيها سيفتي لو سمحت ارفع ايدك عشان ده يبقى فيه زي ما بيقولوا كده انتر اكشن ما بين الايه ما بين الطلبه وما بين المحاضر، وده اللي بيخلي الحاجه تبقى الواحد ايه مش محاضره من جانب واحد. انا يعني دايما مش الموضوع بقى ايه بحب يبقى فيه مشاركه كده. فانا دلوقتي بسال كلكم لما اقول سيفتي ايه اللي يتبادر لذهنك؟ و حسام تقريبا حسام احمد رفع ايديه اول واحد، فانا دوس على المايك يا حسام وقول لنا مثال على ممكن مثلا لو تجربه فيها رايش مثلا زي تجربه السبارك نبقى محتاجين نظارات تيست ممكن نحتاج نظارات مثلا بالظبط او تجربه فيها ماده لا في حاجه واحده ادي فرصه لزمايلك يعني محمد عيد يلا يا محمد اقفل المايك بقى يا حسام. محمد عيد افتح المايك يا محمد. انا فتحت المايك لمحمد بس تقريبا ما اعرفش هو نزل ايديه ولا ايه يعني لا ما فيش حاجه ولا. اوكي بعد كده جورج مجلي افتح المايك من عندك يا جورج. جورج سامعني؟ انا سامع اتفضل. ممكن لان احنا بنتعامل في المقرر دوت مع مكان بيختبر الفتيج وحاجات زي كده، فانا لازم اخلي مسافه امنه ما بيني وما بين العينه اللي بعمل عليها التست عشان ممكن يحصل اي شرس. برافو عليك يا جورج. في حاجه انتوا هنتعرف عليها لان احنا الحمد لله الثلاث ايام اللي فاتوا. شكرا جورج. اقفل المايك ونزل ايدك. المعامل او حصص التمارين او المعمل اللي احنا خدناها الاسبوع الاولاني اللي هو سبت وحد واثنين والحضور الحمد لله كل الناس اللي جات حضرت، وانا كنت منبه بحاجه قلت الاسبوع الاولاني علشان ظروف التسجيل والحاجات دي كلها هسمح في الاسبوع الاولاني بس اللي يقدر يحضر مش ملازمه الميعاد بتاع يوم السبت هيقدر يحضر الحد او الاثنين، فالناس كلها الحمد لله حضرت. ما نقدرش ندي كل حاجه وان كان احنا ادينا ثلاثه تاسك في المعمل بتاع الاسبوع الاولاني والثلاثه تاسك الحمد لله كانوا يعني الناس تفهمتهم كويس. لما بنيجي نتكلم على السيفتي في المعامل والحاجات دي بيبقى في حاجه مفهوم كده لازم نبقى واخدين بالنا منه اللي هو المفهوم اللي بيقول ايه؟ ان كل مكنه او كل معده او كل حاجه موجوده في مكان لازم يبقى حواليها مسافة أو مساحة حواليها، المساحة دي هي دي مساحة نقول إيه البرايفاسي بتاعتها، يعني مش الخصوصية أوي لكن إيه المساحة دي اللي نقدر نبقى عشان إحنا مش هنعمل حاجة في المكنة أو مش هنمد إيدينا أو مش إحنا اللي هنشغل المكنة يبقى إحنا واقفين حوالين هذا الإطار. أي مكنة وديكم مثال بسيط وسريع، لما نيجي نركن نعمل بارك في أي العربية نعمل باركينج للعربية في أي بارك تبص تلاقي العربية دايما حاطط خط يمين وخط شمال وانت بتظبط العربية او بتسنتر العربية ما بين الخطين دول،
ببساطة جدا انا هقول لك، مش عشان الخط ده يعني ايه واحد هيقف جنبك وانت هتخبط فيه، لا، عشان وانت نازل تفتح الباب تقوم ما تخبطش العربية اللي جنبك، تقدر تفتح الباب يبقى في مساحة او مسافة لفتحة الباب تقدر تنزل بسهولة وبالراحة. اشكركم على المثالين اللي قلناهم، النظارات اللي خدوا، وانتوا كويس ان انتوا فاكرين الحاجات اللي هو من الترم السنة اللي فاتت بتاع اعدادي، وفي عمر رافع ايديه وهستنى عمر يقول يشوف هنقول هيقول لنا ايه. عمر اسامة سمعت، اتفضل يا عمر. لو في مثلا مادة سامة مثلا زي الرصاص او حاجة، فهحتاج مثلا لو انا همسكها ابقى لابس جوانتي او حاجة في ايدي او كده. تمام تمام يا عمر تمام. في حاجة كمان أنا حابب أقولها بالنسبة للعربيات، وفي أنا دايماً كنت يعني بتوقع إن الناس كلها هتقول الإيه المثال ده. أقوى مثال في الحتة ديت، وإحنا دلوقتي أي حد بيركب عربية إذا كان بيسوق العربية أو قاعد جنب السواق لازم يربط الإيه السيفتي بيلت، حزام الأمان بتاع الإيه العربية، ده من الحاجات الأساسية جداً وده الناس كلها. الحاجة التانية طبعاً الأمان والسيفتي بالنسبة لأي حاجة حادة بتستخدمها في المطبخ او الادوات القطع اللي انت بتقطع بيها الورق الكتر والموس والحاجات دي كلها. برضو معلش بقى انا مش هاخد امثله تاني، لكن هرجع ليه المحاضره للشيرنج فايل ونبتدي نتكلم على الحاجات بتاع اللي بتستخدم بقى في الايه في الصناعه. بتستخدم في الصناعه يبقى هروح على طول هروح على طول دلوقتي لبعض الأمثلة وبعض الحاجات. نشوف السلايد اللي بعد كده. يقول لي بعد البروتكشن. معلش دخل الناس برضه. نعم. في ناس لسه، في ناس عايزة تخش يعني. أنا لسه فاتح، عملت لهم أدميت أول قبل ما مينيمايز الفايل. لكن أهو أعمل لهم. مفيش حد في الويتنج، هو بس على ما بيعمل الريسبونس للأوردر أو الامر اللي انا اديته له يعني ياخد كام ثانيه كده، لكن انا ما فيش حد قدامي ظاهر ان هو ويتنج. اوكي تمام شكرا دكتور. نروح على طول دلوقتي للحته بتاعه الاندستريال سيفتي، حاجات البريكوشن والسيفتي والكلام ده. يقول لك الايه حمايه العين، حمايه الودان للنويز والدوشه الكبيره، حمايه الايد زي ما قال زميلكم اعتقد جورج قال اللي هو لما بمسك حاجه وفيها لازم يبقى اعمل البس جلوفز، لو بمسك حاجه سخنه والحاجات دي كلها، حاجه فيها رايش او شغله نفسها فيها رايش، مش لازم مش النضاره بس عشان الرسول، لا، ولو ممكن هي فيها حته رايش كده طالعه ومش باينه ممكن تعور لي ايدي الرش، بيبقى حد جه. الهيد بروتكشن اللي هو زي الناس اللي هم حتى بيبقوا شغالين في المواقع وكده وفي حاجه زي المباني والحاجات اللي هي الاوفر هيد تراك دوت اللي بيتحرك الكرين اللي بيتحرك وبيبقى، فممكن حاجه تقع، فده برضو لازم نعمل بروتكشن. في الهاند جلوفز، وفي حاجات جلوفز مخصوص للحاجات السخنه، في جلوفز مخصوص للحاجات يعني اللي فيها زيت او المزلقه او الحاجات اللي فيها زيت وشحم وحاجات زي كده. طبعا في شوز سيفتي شوز اللي هي بتبقى فيها بروتكشن، بيبقى فيها قطع من الحديد السبرينج ستيل القوي بحيث ان هو يعمل يحافظ على منطقه لو ايه مقدمه الايد الرجل، اسف لو وقع عليها حاجه الصوابع والحاجات ديت ما تتاثرش. البريثنج بروتكشن اللي هو زي الكمامات والحاجات، وفي بعض الحاجات اللي بيبقى فيها صناعات فيها كيماويات ابخره وحاجات كده، في مش كمامات بس بيبقى ماسك كده بيلبسوه هو بيفلتر الهواء اللي داخل قبل ما الواحد يتنفسه. بيرسونال بروتكشن عامه هي زي البلطو والحاجات اللي يعني ما فيش حد يبقى لابس بنطلون مقطع بغض النظر بقى داخل كل المقابلات بتاعتها بتعمل معاها، فده ممنوع. الطالبات الزميلات يعني يبقوا داخلين وشعرهم ملموم كده على الاقل، عشان ده برضو من المظهر العام بيقول ان في الناس فهمت الحاجات بتاعه الايه السيفتي. وبالطبع انا هتنقل على طول لحاجه بعد كده وهنتكلم على حاجه، خلي بالك الموضوع ده مهم جدا وفي الغالب بيجي منه جزء من سؤال او سؤال في الامتحان.
الحاجات بتاعت البروتكشن دي الاشكال بتاعتها والسلايد، وهي برضو في الشوز اللي هي بيستخدموها حتى بتوع المطافي، بيستخدموها بتوع الناس اللي هم بتوع الحي بيشتغلوا في حاجات بتقع منهم او حاجات تقيله وحاجات زي كده. دي الصور كلها موجوده بالشكل ده. انا هروح اتنقل على طول على حاجه مهمه جدا. بيقول لي ان انا السلايد دي لو سمحتوا اقروها، اللي هي تعتبر سلايد رقم اللي هو بيقول لي الجود سيفتي براكتس، يعني لما يعني جود سيفتي براكتس يعني لما اكون انا بعمل سيفتي لازم اكون انا باخد الخطوات دي كلها. هروح لحاجه مهمه جدا ودي لازم الناس كلها تعرفها، ان انا عندي كم لون في اشاره المرور عشان اسهل لكم الموضوع. اللي مع المايك مفتوح يفتح السبيكر ويقول لي كده عشان نسمع. الناس فاكره الالوان بتاعت اشاره ثلاث المرور. ثلاث الوان يا دكتور. ثلاث الوان، ايه هم؟ ثلاث الوان. الاحمر والاصفر والابيض. الاحمر ده ممنوع. بص بقى كده احنا بنتكلم على الناحيتين. خدنا اشاره المرور قلنا الاحمر ده ممنوع ستوب. فممنوع يعني ستوب يعني ما تعملش كده. خلاص؟ حاجه ممنوعه. نوت الاود. طيب الاصفر بعد كده في الايه؟ الاصفر، الاصفر بيقول لك ايه؟ وورنينج، تحذير. خلي بالك الاشاره الحمراء يعني ثواني، يعني هيئ نفسك ان انت تبطئ وتقف على بدايه الاشاره عشان الاشاره الحمراء اللون هيتغير الى الاحمر. خلاص يبقى ده وورنينج، ولذلك الاشارات بتاعت الوورنينج بتبقى مع الحاجات اللي يقول لك منطقه ضغط عالي، منطقه كهرباء، في حاجه منزلقه هنا، في منحنى، او في زي ما تقول ايه مقب دوت اللي انتوا بتسموه مطب اللي هو في الشارع، يعني في حاجه عشان تهدئه السرعه، في ترك بيتحرك في الحته دي فخلي بالك وهجاز من دي. فاليلو هنا معناه ان ايه؟ تيك كير، وورنينج، تحذير. الاحمر مين؟ ستوب او ات از بروهيبتد، يعني ممنوعه ونوت الاود ان انت تعمل الحاجه ديت، يعني خلي بالك انها ممنوع. الاخضر معناه ان اتس جرين، مين زن حاجه هنا امان سيفتي. فيقول لك مثلا ان هنا في منطقه نقطه اسعاف، هنا في صندوق بتاع فيرست ايد اللي هي الاسعافات الاوليه، هنا في منطقه، المنطقه دي فيها كابين التليفون ممكن تتصل بالطوارئ او بالحاجات دي كلها. ده بالنسبه لاشاره المرور. لاشاره المرور بيقول لك الاخضر معناه ايه؟ عدي، مسموح ان انت تمشي، مسموح ان انت تعدي الاشاره التقاطع ده. السيفتي بقى فيه لون تاني زياده، احنا قلنا ثلاثة احمر اصفر اخضر. اللون ده اللي مش عاوزك تنساه، لان كل الناس بيفتكروا اشاره المرور يجي في الامتحان يقول لك ايه اخ ده كان فيه لون احمر بس مش فاكره، اللي هو اللون الازرق. اللون الازرق هنا محايد بس بيقول لك ايه؟ لو سمحت طيع الاوامر، لو سمحت اعمل التعليمات ديت. يبقى اللون الازرق هنا اتبع التعليمات، عشان تبقى اللفظ بتاعها العربي لطيف بيقول لك اتبع التعليمات. اتبع التعليمات يعني انت داخل المنطقه ديت لو سمحت فيها زيوت وفيها حاجات البس الايه؟ الحذاء اللي هو ما بيزحلقش. انت داخل المنطقه ديت وفيها ابخره البس الكمامه. انت داخل المنطقه ديت وفي حاجات ممكن تقع من المبنى او بتاع البس الهلمت اللي هي الايه؟ واقي الايه؟ الراس او الخوذه اللي فوق الراس. خلاص اربع الوان الناس كلهم كتبتها عندهم. انا بقول لك لازم يبقى جنبيك ورقه كده انت بتاخد فيها النوتس الايه المهم. دي السلايد دي انا هعديها لانها كلها ايه؟ الساين معناها ايه وفيها ايه ولونها ايه، فانت بتعرف الساين باللون والمعنى بتاعها. هنا منطقه فاير او بتاع طفايه حريق، هنا ممنوع التدخين، هنا في فليمابل جاز او اي حاجه فلازم ينبه، هنا في منطقه زحلقه المنطقه دي بيمسحوها او فتعرف الحاجات دي. هنا الممنوع التليفون الموبايل ممنوع في مناطق معينه في المستشفيات وفي الحتت اللي بيبقى فيها اتصالات لاسلكيه داخليه ممكن التليفون يشوشر عليها، منطقه فيها توكسيك هازارد اللي هي مخاطر فيها سامه وكده وهكذا. هنا في سبيد هامب اللي هو احنا بنسميه المطب او المقب. المهم الحاجات دي كلها تاخد بالك منها. اللون الاخضر هنا فيرست ايد بوكس ده المفروض يبقى اخضر لان هو بيقول لك على حاجه امان يعني ما فيش. هنا اللون الازرق بيقول لك ايه؟ وير الجوجل وير الاير
بروتكشن، وخلي بالك ممكن تكون تلبس الهلمت في الحته دي. هنا برضو نفس الحكايه، هنا مركز على انه يلبس الهلمت اللي هي الايه واقي الدماغ او الحاجه اللي بتحمي الدماغ. هنا بيقول له اغسل ايديك، يعني شوف هنا الامر كيب اواي، هنا بيقول له كيب اواي يعني ابتعد عن هذه الايه المنطقه. هنا المنطقه دي احذر فيه حاجه بتتحرك، احذر في حاجه هنا بتتحرك ومش متغطيه، فبالتالي يعني مش كفرد بايه بحاجه تخبيها او تمنعها انها تتصل بها. لو سمحت في سلايد انا هعديها بسرعه، وفي الغالب ده كل الحاجات دي لازم نتبعها ونتخذها في الاجراءات بتاعتنا. كان في سلايد انا سايبها لما كان الوقت معانا يعني مباح شويه، كنا احنا بنراجع بعض الحاجات، لكن ده انا بقول لك ريكول ذيس ريليشن، ريكول الحاجات ديت، افتكر الحاجات ديت ويعمل لها مراجعه سريعه او مراجعه كده للحاجات اللي كانت اتاخدت في المقرر الاولاني. هنا بنتكلم على الماتيريال تيستنج والماتيريال بروبرتيز، ففي 2 3 سلايد كنا واخدينهم في الترم الاولاني في المقرر 151 بيتكلم على انواع المختلفه من ال البروبرتيز بانواع مختلفه، فيزيكال بروبرتيز، كيميكال بروبرتيز، الكتريكال بروبرتيز، وميكانيكال بروبرتيز. وكنا مهتمين جدا قلنا في الترم الثاني هنهتم اكتر بالحاجات بتاعه الايه الميكانيكال بروبرتيز. لو سمحتوا افتكروا الحاجات ديت وراجعوها بسرعه، وهنمشي هنجري بسرعه جدا على الحاجات دي ماتيريال، وتدي امثله للحاجات. ميكانيكال بروبرتيز بقى اللي احنا هنركز عليها، لكن هنا ده السلايد ديت مجمعه كده نقول ايه المصطلح بتاع الخاصيه الميكانيكيه اللي هي الميكانيكال بروبرتيز، وبتعني ايه. يعني هتسمعوا حاجه اسمها الستيفنس، ان الحاجه لما انها ما يحصل لهاش الاستيك ديفورميشن تبقى جسيئه كده وما يحصلهاش الاستيك. اليلد سترينث، الحاجه اللي تبتدي يتحول عندها المعدن او العينه او الخامه اللي انا بستخدمها من الالاستيك ديفورميشن الى البلاستيك ديفورميشن، تبتدي تدخل في منطقه البلاستيك ديفورميشن. وانا اعرف الكلام ده كله في كل حاجه في ميعاده، لكن ده تجميع في الاول. التنسايل سترينث يعني اقصى استرنس تستحمله العينه او الخامه ديت تحت تاثير اختبار الشد. واحنا شفنا الماكينات كلها واتصورت، فبالتالي لازم تبقى عندك فاكر شكل الماكينات وقدامك كده. ان شاء الله تحط الصور الخمس ست ماكينات، نوعيه الماكينات اللي شفناها. احنا خدنا يونيفرسال تيستنج ماشين، خدنا ماكينات صلاده، خدنا ماكينات الامباكت، خدنا ماكينه الفتيك، خدنا ماكينه الكريب، واليونيفرسال ماكينه الوير، ميكانيكال وير. اليونيفرسال تيستنج ماشين لازم تفتكر ان هي بتعمل ايه، اختبار شد وضغط وانحناء وشير، وتبقى عارف التجهيزات او عارف الحاجات اللي بتمسك العينات في كل اختبار من دول. الهاردنس بيتكلم برضو على الهاردنس، انها كواليتيتيف اللي هي الهاردنس النوعيه، ان انا حاجه صلادتها اعلى من الثانيه، ولا بتكلم على الهاردنس كوانتيتيف اللي هي لازم اتكلم على ان هنا بعمل اختبار بطريقه اسمها طريقه برينل، فبقول الهاردنس اسف برينل، فبقول ايه هاردنس برينل اتش بي، عامله زي الاتش بي بتاع الاسنان السنون بتاعه القلم الرصاص. خلاص بعمل بطريقه فيكرز، ودي هتاخد الكلام ده في محاضرة الهاردنس، بعمل بطريقة فيجر، فالرقم اللي بيطلع من المكنة بكتب جنبيه اتش في اللي هو هاردنس فيجر. بعمل بطريقة برينل فبكتبها اتش ار بطريقة برينل بي ولا بطريقة برينل سي وهكذا، فبكتب الرقم ده، ودي الاكواد اللي بتستخدم في كل حاجة. الدكتيلتي اللي هي مقياس ان هي المادة دكتايل ولا سيمي دكتايل ولا مودريت دكتايل ولا بريتل. الامباكت تافنس، واحنا شفنا مكنه الامباكت، وده المصطلح اللي يمكن كنا ما قدرناش نكتب كل حاجه على السبوره، فبالتالي كنا بنقوله في المعمل. فادي الامباكت تافنس عندك، تضيفه بقى في الايه في الحاجات النوتس اللي انت كنت بتاخدها في المعمل الاسبوع الاولاني. الفاتيك ريزيستنس او الفاتيك ليميت، وهو الماده دي بتقاوم الفاتيك، الحركه الدورانيه وعليها احمال ازاي وهكذا. الكريب ريزيستنس بتقاوم الحالة البيهيفير كريب بتاعها شكله ايه تحت تأثير درجات الحرارة العالية ولود ثابت بسرعة. برضو في الفيزيكال بروبرتيز والكلام دوت انتوا شاطرين فيه جدا
من الترم الأولاني. ونبدأ نشوف دلوقتي ليه بنعمل اختبارات ميكانيكية. ليه بنعمل اختبارات ميكانيكية؟ عشان أنا عاوز أعرف الميكانيكال بروبرتيز بتاعة المادة. دي حاجة. بعمل اختبارات ميكانيكية عشان أعرف الميكانيكال بروبرتيز بتاعة المادة. طب ليه يا دكتور بنعمل عندنا ده؟ إحنا عندنا خدنا يعني 14 مكنة. منهم 4 متكررين يبقى أدي 1، نشيل 3 يبقى 11، منهم 5 3 متكررين في الصلادة، بس كل مكنة بتعمل صلادة بنوع معين، يعني عندنا 6 7 اختبارات أو 8 7 اختبارات مثلا هنعملهم. ليه بنعمل الاختبار ده؟ اسمع الـ 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 المفهوم دوت واعرفه كويس قوي. لما أكون أنا عاوز أجيب حاجة، زي ما قلنا بنتكلم في السيفتي، أنا همسك حاجة فيها كيماويات لازم أستخدم جلوفز يمنع وصول الكيماويات المضرة لإيديا. يبقى الجلوفز دوت يتحمل حرارة ولا يمنع تسرب المواد الكيماوية؟ هتقول لي لا، ده احنا هنا بنتكلم على مواد كيماويه، لازم يتحمل ان هو يمنع تسرب المواد الكيماويه وما يتفاعلش مع المواد الكيماويه دي، وبعد شويه الاقيه اتقطع ولا ايه بتاع. طب ينفع نفس الجلوفز ده استخدمه لما اكون بشيل حاجه مثلا سخنه في من فرن او بتاع معالجه حراريه، او من فرن في الورشه او بتاع، او في المسبك، او في اثناء عمليه اللحام، او انا بلحم حاجات مع بعضيها بتبقى الحاجات ملحومه سخنه، استخدم الجلوفز بتاع المواد الكيماويه؟ يقول لي لا. هنا نفس المبدأ، نفس الكونسبت، ان انا عاوز خواص ميكانيكية اسمها ايه؟ خواص ميكانيكية تحت تأثير احمال الشد، زي السلك بتاع الواير اللي شايل كابينة الاسانسير، ده شايل الكابينة كلها، بيركب فيها واحد بيركب فيها اتنين، لازم اتأكد ان السلك الكابينة ده بيتحمل شد لغاية عدد الناس اللي بيركبوا الكابينة. يبقى لازم اعمل له اختبار ايه؟ شد. هل اروح اعمل له اختبار بيندينج؟ لا. اعمل له اختبار صلادة؟ مش محتاج صلادة، انا محتاج ان هو يتحمل شد وهكذا. فانا خلي بالك اي اختبار من اللي هندرسه بشوف ظروف الاستخدام بتاعة هذا الجزء من المكنة او هذا الجزء من المنشأ هيتعرض لاحمال شكلها ايه. مفهوم يا شباب؟ اقوم انا او احاكي او امثل او اجيب نوع اختبار او طريقة اختبار ميكانيكية تشبه الظروف اللي هو هيتعرض ليها. هيتعرض لانحناء، اعمل له اختبار انحناء. هيتعرض لامباكت الصدمة، اعمل له اختبار صدمة. هيتعرض لظروف درجة حرارة عالية، اعمل له اختبار كريب اللي هو الزحف. هيتحرك لحركة دورانية واحمال وبتاع، اعمل له فتيج، وهكذا. مفهوم يا شباب؟ ننتقل يعني ارجو الحتة دي الكونسبت ده اكتب تحتيه كده كونسبت وتحتيه خطين بالقلم الاحمر. ليه عم بنعمل ونكتب السؤال ده عندك؟ اكتب لو سمحت. ليه عندنا عدد اختبارات كتير في المعمل؟ ليه ما بنكتفيش باختبار واحد وبنطلع منه الخواص الميكانيكية للمادة اللي احنا عاوزينها كلها؟ خلاص؟ الإجابة أنا قلتها من شوية، إن أنا كل اختبار بيديني جزء، نقول بيديني أحياناً معلومات نتيجة الاختبار بهذه الطريقة، أو نتيجة تحميل العينة بهذه الطريقة بس، لكن ما بيدينيش سيرفي كامل، أو ما بيدينيش معلومات كاملة على البيهيفير بتاع المكنة، أو التصرف بتاع العينة، أو التصرف بتاع المادة تحت تأثير الأحمال التانية المختلفة من الاختبارات التانية. بس يبقى ده سؤال مهم جدا، والماتيريال تيستينج ليه؟ عشان نعمل الكلام اللي احنا قلناه اهو موجود في سلايد برضو، ايه تفتكر الكلام ده الماتيريال تيستينج هاي والكلام ده كله. اوكي انا بعمل ميكانيكال تيستينج عشان اجيب الميكانيكال بروبرتيز، هو دوت الايه اللقطه او الحته اللي انا عاوزك ايه تبقى محطوطه في ذهنك تماما. ميكانيكال تيست تعريفه والكلام دوت، هروح لسلايد بسرعه جدا، لان في المعمل السنه اللي فاتت في اعدادي وانتوا بتاخدوا ماده هندسه الانتاج عملتوا تجارب كده معمليه، عملتوا تجارب كده يعني بسيطه، فمن ضمنها مثلا زميلكم اللي كان بيتكلم على بيقول المكنه اللي احنا لما بنتعرض لمكنه مثلا زي الاختبار بتاع السبارك تيست والحاجات، لازم يبقى في مسافه امان. السبارك تيست ده هل اعتبره اختبار معملي ولا اختبار تجريبي؟
اختبار تطبيقي كده امبيريكال، يعني اختبار كده تجربه. نفرق بين الحاجتين، ان الاختبار المعملي لابوراتوري تيستينج حاجه علميه وليها بروسيدير زي ما هنشوف، وليها خطوات وليها اجراءات، وفي الاخر بيديني رقم اقدر اقارن بيه. ما بيعتمدش على حاجه نوعيه، بيعتمد على حاجه نتائج كميه، يعني كميه يعني اديني رقم. طيب التكنيكال تيستينج حاجه تجريبيه، يقول لك لما جربنا كده لقينا الحديد الزهر بيدي شكل شراره وطول شراره مختلف عن الصلب، مختلف عن الصلب عالي الكربون، مختلف عن منخفض الكربون، مختلف عن متوسط الكربون، وهكذا. فالجدول ده برضو من الحاجات اللي لو سمحتوا نبص عليه. في سؤال جه في اخر يوم، يوم الاثنين ده كان عندنا اربع حصص، يعني كان كتير قوي. في الحصه الثالثه حد سال، هو احنا لازم نكسر العينه عشان نطلع نتيجه الاختبار؟ هو احنا كل العينات اللي احنا شفناها، الاختبارات اللي احنا سمعنا عنها ديت كلها، بحط عينه لغايه ما تتكسر يبقى لا عشان تنجح يبقى لازم اكسر العينه عشان اطلع النتائج بتاعتها؟ قلت لهم في حاجه، نوعين من الاختبارات، في اختبار اسمه ديستراكتيف تيست، اختبارات متلفه، وفي اختبار تاني اسمه نان ديستراكتيف تيست، اختبارات غير متلفه. لما كنا عاوز اخد معلومات عن الخامه دي، خامه جديده او خامه انا عاوز اتاكد ان هي بتتحمل قد ايه، اخد منها عينه صغيره واختبرها. فبنجري عليها الاختبارات الايه الاتلافيه، او الاختبارات اللي انا لازم احط العينه وتتكسر والكلام ده كله. طيب لكن لو انا مثلا بعمل بلحم جزئين مع بعض عشان استخدمهم في مكنه، بلحم جزئين مع بعض بتاعه منشا معدني، او زي الحاجات بتاعه السقف بتاعه المصانع والحاجات، بعمل جزئين مع بعض كده بلحمهم عشان اعمل كوبري معدني، بعد ما الحم الكوبري والاجزاء ديت اروح اشدها على المكنه عشان تتكسر، اقول ده العينه دي كانت كويسه، كانت اللحم بتاعها كويس؟ لا، هنا بنستخدم حاجه اسمها نون ديستراكتيف تيست، بكشف على العينات باستخدام الفحص الظاهري. هنقولهم بقى بسرعه، الجزء الاولاني من الديستراكتيف ده هناخده ايه؟ على مدى بناخد فيجوال فحص بالعين كده، فحص بصري او ظاهري، وبعدين دايب بنترانت اللي هو الصبغه المتغلغله طريقه تانية، في ماجنتيك بارتكل، في التراسونيك، وفي راديوجرافيك اللي هو الاكس راي والجاما راي، وده عامل زي الحاجات اللي بيروحوا يعملوها في المعامل التشخيصيه بتاعت لما يكون واحد عيان اتخبط في رجليه، يقول لك نعمل اشعه اكس عشان نتاكد ان مفيش شرخ في العظم او مفيش كسر في العظم والايه ونطمن. فده بيعمله للمعدن بعد عمليه اللحام، يقوم يتاكد ان اللحام كان ساوند او اللحام كان سليم ومظبوط ان هو يعمل الحكايه دي. هنا خلي بالك انا في تريكه صغيره جدا، ان هو بيقول لي ايه، احنا حاطين الديستراكتيف تيست اول حاجه الهاردنس، النون ديستراكتيف تيست برضو اول حاجه الهاردنس، وانا مديها لون واحد في الخانتين، وده موضع سؤال، يعني الهاردنس متلف ولا مش متلف؟ احنا مش هنجاوب على سؤال، انا شخصيا مش هجاوب على السؤال ده دلوقتي لغايه ما ناخد المحاضره بتاعه الصلاده، وساعتها نقدر نعرف هل الهاردنس كاختبار اختبارات متلفه، ليه محطوط تحت الاختبارات المتلفه، وليه محطوط تحت الاختبارات غير المتلفه. انا حابب ان انا اخد الحته ديت، وبعدين هناخد بريك يا شباب، ونبدا الجزء الثاني او السلوت الثاني من الايه المحاضره. اي اختبار هنعمله، خلي بالك من السلايد دي، اي اختبار هنعمله وان شاء الله في الاسبوع الجاي لما نبدا الاختبارات، برنامج الاختبارات في المعمل، الناس كلها تلتزم بمواعيد الحصص بتاعتها والمعامل، اي في كونسبت احنا يعني عملناه طبقناه حلو جدا والناس بتفهم منه، اللي هو التست سايكل او التستنج سايكل، دوره الاختبار. بيقول لي ايه دوره الاختبار ده؟ عباره يعني مستطيل ظريف جدا كده، وداخل له سهم اسمه الايه مدخلات، الانبوتس، الحاجات الايه المطلوبه، وبعدين بعمل بروسيدر، بعمل خطوات ستيبس في داخل هذا الصندوق، بعمل خطوات قبل التجربه، وخطوات اثناء اجراء الاختبار، وخطوات بعد اجراء الاختبار. في الاخر خالص انا لما بعمل الاختبار دوت بيطلع لي ايه اوتبوتس، بيطلع لي مخرجات، او بيطلع لي زي ما بتسموها كده نتائج. فالكونسبت ده لو سمحتوا
في مجموعه يعني كبيره كده حوالي 6 7 هم عملنا لهم ايه ادمت عشان يدخلوا. اوكي في مجموعه كده 6 يعني نقول ايه هم 3 ايتمز 3 عناصر انبوتس وبروسيدجر واوتبوتس. هسيب الحته دي واسيبها لكم بسرعه انتوا بقى ايه تبصوا عليها. وده السلايد دي مهمه جدا وفي الغالب ده هيبقى اللوجو او هيبقى بيسموه ايه الصوره او اللوجو اللي هيبقى على الغلاف بتاع التقرير بتاع الايه المقرر او التقرير اللي هتقدمه بتاع المقرر ام دي بي 152. هنجري بسرعه ومش هنقول الكلام دوت لكن هنروح في الحته ديت ونقول ميكانيكال تيستينج نيدز دي من ضمن الحاجات الانبوتس اللي انا محتاجها لما اجي اعمل اي اختبار. يقول لي ايه محتاج اعمل اختبار يبقى محتاج مكنه محتاج عامل محتاج فني يعني يعمل التجربه محتاج ان انا ايه اقيس العينه محتاج العينه انا عشان اعمل عليها الاختبار. طبعا العينه هتبقى مطابقه للمواصفات القياسيه اللي هنتكلم عليها من شويه. محتاج ان انا اقيس العينه قبل الاختبار واقيس العينه بعد الاختبار. يبقى نبص بقى نلاقي ايه في عندنا حاجات اساسيه لازم تبقى موجوده. تيستينج ماشين الستاندر الستاندر ده اللي بيقول لي السامبل يبقى شكلها ايه ومقاساتها ايه. يبقى في مواصفات للعينه. في عندي جريبنج سيستم في اللي هو الاتاتشمنت اللي بتمسك العينه. في عندي ميجرنج مينز ادوات قياس. وبعدين في عندي ستاندرد تيستينج بروسيدجر. خلاص في اناليسيس بقى بعد الاختبار عشان اطلع النتائج بالصوره اللي انا عاوزها والكلام ده كله. حد لغايه دلوقتي تاه من هنا ولا متابعين معانا؟ الريكويرمنت في اي ماكينه اختبار هسيبها لكم تقروها. دي سلايد مكتوب لي على رقم 36 نهايه ولا 35 ما اعرفش عليها رقم 35. التستنج سامبل برضو تستنج سامبل لازم يكون ليها شروط معينه واحتياجات معينه. الجريبنج ديفايس هنقول الكلام ده تاني في كل اختبار بس انا في البرزنتيشن الاولانيه دي تقريبا بحاول ان انا ايه احط الحاجات بحيث ان هو اللي يقراها يعرف ان هو احنا هنشتغل في حاجات شكلها ايه. ميجرنج ديفايس اي مكنه او معظم الماكينات اللي احنا هنستخدمها فيها حاجتين جهازين قياس مهمين جدا او احنا بنسميهم سنسور او اجهزه استشعار او اجهزه احساس بايه. حاجه تحس بالمسافه الديسبليسمنت اللي بتحصل في العينه الاستطاله اللي بتحصل في العينه او الانضغاط اللي بيحصل في العينه الانحناء اللي بيحصل في العينه ده displacement device او displacement measuring device. الحاجه الثانيه load measuring device. احنا لما شفنا المكن احنا قلنا لكم اسامي اتعرفنا على المكنه كده يعني من بعيد يعني قلنا المكنه اسمك ايه وامكانياتك ايه وانت معاكي شهادات ايه الكلام دوت. لكن لما نيجي الشهادات دي معناها ان هي يعني ايه خبراتك بتعملي اختبارات ايه. لكن لما نيجي نقف نعمل اي اختبار بعد كده خلي بالكم هتقفوا قدام المكنه وتفصصوا الحاجات الاجزاء بتاعتها. فلو سمحتوا يعني ايه كل واحد ايه يبقى مستعد كده بالنوت بوك معاه والقلم اللي بيكتب بسرعه. فانا عندي جهازين مهمين جدا هنا يقولوا لي حاجه بتقيس الديفورميشن او الازاحه او الديسبليسمنت او المسافه وحاجه بتقيس الايه اللود. وهنشوف الحاجات دي في كل مكنه ان شاء الله. ممكن يحصل في العينه حاجه من اتنين لا اما يحصل ديفورميشن في العينه وبالتالي العينه ما تبقاش خلاص فقدت انها تؤدي الوظيفه بتاعتها فيحصل فيها الاستيك وبلاستيك ديفورميشن. وممكن يحصل العينه يحصل فيها الثلاث مراحل يحصل فيها الاستيك ديفورميشن وبلاستيك ديفورميشن ويحصل فيها فراكشر كسر. يعني اثناء الاختبار في بعض التجارب هنوصل لايه الاستيك ديفورميشن وهنقسمها المناطق بتاعه الايه الاختبار النتائج انها الاستيك ديفورميشن وبلاستيك ديفورميشن وفراكشر او فيلير. وفي عينات هتتكسر بس لا هيحصل لا فيها بلاستيك ولا الاستيك ديفورميشن بس هتفضل ايه هيحصل فيها كراك كده وينتشر لغايه ما ايه ما تتكسر. اخر سلايد ريفيو كوتشن. اشكركم احنا تقريبا كده خدنا يعني ايه يعني بدانا متاخر شويه لكن هنحاول ناخد 5 دقائق بس ونرجع الساعه 1:30. اشكركم وهخلي هنرفع الايه البرزنتيشن ديت
الفايل بتاعها على الويب سايت بتاع المقرر. طبعا انا يعني خلوني اقول ايه، ما عنديش فرصه دلوقتي ان انا ايه اسمح باسئله، عشان انا عندي 3 برزنتيشن لازم نخلصهم النهارده ان شاء الله. هعمل ادمت للناس اللي هنا، واللي عنده سؤال لو سمحتوا تاني اللي عنده سؤال يكتبه في ورقه ويبعته لي على الشات، او يبعته لزميلكم عبد الله على الواتس. الواتس بيتهيألي ان هو هيبقى اسهل، لان المايكروسوفت تيم ده مزعج في التعامل معاه. الساعه دلوقتي 1:24 دقيقه، 1:25 دقيقه، فرصه الناس اذا كان ياخدوا بريك كده. هنرجع 1:30 عشان ابدا بالايه بالبرزنتيشن الثانيه. اشكركم، وانا هسيب البرنامج مفتوح، بس انا هعمل ايه ميوت للايه ل هعمل ميوت للمايك. شكرا، سلام عليكم.
الناس اللي المايك عندهم مفتوح الشيرنج فايل ظهر، ده الشيرنج فايل الثاني. فتح المايك لتقريبا عبد الله وحسام وجورج وعمر، اي واحد منهم كده ولا كلهم مشي ولا ايه؟ ايوه ظاهر يا دكتور. طيب يبقى الساعة دلوقتي بقت 1:30 عشان احنا هناخد ايه يعني نخلص. محمود، محمد رافع ايديه، خير يا محمود؟ ثواني. الو مايك محمود، محمد اتفضل. لو سمحت يا دكتور انا عندي مشكله في التيمز، ان انا بيقول لي في التيم نفسه بيقول لي ان انا مش موجود في الفريق ده، ما فيش ملفات بتظهر لي او اي حاجه من اللي بتترفع على التيمز. طب انت بتتكلم دلوقتي من خلال التيم؟ من انا حضرتك انا دخلت على طريق الرابط بتاعك انت، بس يعني تيم اذاعي. لا انا دخلت عن طريق الرابط بتاع الميتنج واستنيت حتى في الويتنج لاين. طب ما انا بعمل اي ما بيظهر لي دلوقتي، بس انت كونك ان انت في التيم دوت المفروض يظهر لك زي زمايلك كده صوت وصوره يعني. انا هو ظاهر لي صوت وصوره، بس انا اقصد اللي هو التيم نفسه لما انا اشوف الملفات مثلا اللي بتترفع او كده او ادخل على الشات يقول لي ان انا مش موجود في التيم ده. طب بص معلش بقى الحته دي يعني انا طبعا بحاول يعني في البروفيشن اريا بتاعتي انا بقدر ارد، لكن دي مش في البروفيشن اريا بتاعتي، فدي محتاجه تروح مثلا اللي هم بتوع الاي تي المساعدين بتوع او تسال ادفايزر مين اللي بيساعد في الاي تي والحاجات ديت، يشوف الايميل بتاعك والاكونت بتاعك في مشكله ولا لا. اوكي، لكن ممكن يعني ممكن تستعين بصديق تاخد يعني هو يعمل داونلود للحاجه وانت تاخدها، ما فيش مشكله، بس كونك ان انت شايف دلوقتي صوت وصوره صح كده؟ انا شايف دلوقتي صوت وصوره، بس انا ده اللي يهمني. معاك ورقه على جنب كده وتاخد النوتس اللي احنا بنتكلم عليها المهمه. اشكرك، نزل ايديك بقى عشان ايه اعرف ان انا ما فيش حد عنده سؤال. نرجع بسم الله الرحمن الرحيم، نرجع للفتره الثانيه من المحاضره الطويله بتاعتنا، واحنا عندنا خلوا بالكم المقنن الساعات لمحاضرات الميتالورجي اند ماتيريال تيستينج ام دي بي 152 ثلاث ساعات اسبوعيا. هل يعني استغلهم يعني اقصى استغلال في الاسابيع فبراير ومارس قبل رمضان ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين، عشان في الفتره بتاعه رمضان او في شهر رمضان بيبقى المواعيد بتنكمش شويه. البرزنتيشن الثانيه برضو فيها سلايد كتير متكرره من الكورس الاولاني، وهنا بنتكلم الكورس بقى اللي احنا بنتكلم فيه. هناك كنا بنتكلم على السيفتي وبعد يعني مقدمه كده على الماكينات والاختبارات، هنا بنتكلم على التايبس اوف ستاندرد، هنعرف يعني ايه انواع الستاندرد اللي احنا قلنا اتكلمنا عليها وطبقنا عملي عملنا تطبيق عملي على الاغلفه بتاعه الايه الحاجات المنتجات اللي انتوا كنتوا جايبينها معاكم، وعرفنا كود المواصفه بيتكون من ايه والكلام ده. لكن احنا دلوقتي هنتكلم بقى على الايه تصنيف المواصفات بنصنفها على اي اساس والكلام. تيستنج اوف ماتيريال ميكانيكال بيهيفير والكلام دوت، ما وبعدين الميكانيكال تيستنج زي التنشن كومبريشن، وقلنا البيندنج الشير الهاردنس الامباكت كريب والفتيك وكل الكلام دوت، احنا ايه شفنا المكان بتاعه. هنتكلم عن التايب اوف فراكشر والاستراكشر ريليشن بتاعه الايه كل ماده، وهنتكلم على النان ديستركتيف تيست، ولو كان في فرصه هنتكلم على التاكل الكيميائي. لكن السلايد دي احنا خدناها في الترم الاولاني وكانت بتربط ما بين العلاقه ما بين حاجتين، الماتيريال ساينس ان انا بيبقى عندي مواد جديده او مواد تم اكتشافها بنتعرف على خواص بتاعتها ونبتدي نقول ايه البلوك الاوتبوت بتاعهم اللي هو الايه الماتيريال بروبرتيز. اتكلمنا عن الماتيريال انجينيرنج وقلنا اللي هو بيشتغل بالعكس، بيقول هو المطلوب ايه، السيرفيس كونديشن شكلها ايه، ويروح على المخزن
او الايه الداتابيز بتاعت الماتيريال ويشوف انهي ماده مناسبه يقدر ايه يستخدمها، وتصنيف الماكينات وكل الكلام اللي انتم شاطرين فيه. اتكلمنا على اختبار الصلاده بطريقه شور اللي كانت بتتكلم على انها بتقيس الصلاده للكومبوزيت والبوليمر، وتصنيف المواد، وفي بعض المواد ماكينات الصلاده كانت بتقيس الصلاده لبعض الايه المواد المعدنيه وهكذا. السلايد يعني ايه الفرق ما بين الالويز والكومبوزيت والكلام ده. وافكركم تاني السلايد بتاعت العلاقه بتاعت الايه الكومبوزيشن والاستراكشر والبروسيسنج او طريقه التصنيع مانيفاكتشر بروسيس، وتاثير كل دوت على البرفورمانس او البروبرتيز بتاعت الماده، والكريستال استراكشر اقصى وحده نقدر نتعامل معاها خلال الماده والكلام ده كله. وقلنا الماتيريال، احنا بنتكلم على الماتيريال، ما حدش ينسى الحاجات اللي خدناها في الترم الاولاني، الاهم الاستراكشر بتاع الماتيريال، بعض الانواع بتاعه الماتيريال دي والالوي بتاعتها اكزامبل عليها، البروبرتيز بتاعتها، واهم حاجه نربط البروبرتيز مع الايه الابلكيشن. السلايد دوت احنا شفناه في الترم الاولاني، وافكركم تاني كنا بنجيب علاقه ما بين الكولينج ريت، معدل التبريد، الاربع عينات دولت كانوا اربع عينات من نفس الخامه، من نفس العمود، من نفس قطعه الايه نوع الصلب اللي هو الستيل، وبعدين سخنناهم لنفس درجه الحراره، وبعدين بردناهم. هنا بقى اختلف معدل التبريد، فمعدل التبريد ده ادانا اربع عينات بمايكرو ستراكشر مختلف وبقيمه صلاده مختلفة. هنا بيقول لي الهاردنس فيرسز ستراكشر اوف ستيل، وممكن يقول الهاردنس فيرسز الكولينج ريت اوف ستيل. فالكولينج ريت اثر على المايكرو ستراكشر بتاع العينه تحت الميكروسكوب، المايكرو ستراكشر ده ادى قيمه للصلاده، وهنا بقى ايه الفيرتيكال اكسيس ده هو قيمه الصلاده بطريقه اعتقد بطريقه برينل او فيكرز، ومش كاتب لكن هي انا بالقيم الكبيره دي بتاع برينل او فيكرز. عينه جابت يعني ما بفوق ال 120 مثلا، الحاجه الثانيه جابت 170 180، اقل من 200، وواحده جابت 300 وشويه، والاخيره دي اللي هو المارتنزيتك ستراكشر او المارتنزيتك ستيل جابت فوق الايه يعني قربها من ال 600. افكركم بالكلام ده تاني، والسلايد اهيت اللي عشان يقول لي بقى انا ما عنديش الفايلات بتاعه الترم، اهو كل السلايد بتاعه كل البروبرتيز وتقسيمتها والحاجات دي كلها موجوده تاني اهي في السلايد بتاعه، اسف في الايه في البرزنتيشن، تاني برزنتيشن اللي هي بتاعه الستاندرد. كل ده احنا خدناه بكده، ونبدا بالايه الستاندرد. يعني ايه ستاندرد؟ احنا طلعنا الكود بتاع الستاندرد من على بعض الاغلفه بتاعت المواد الغذائيه والحاجات اللي احنا بنستخدمها او بناكلها. طيب ايه بقى الستاندرد؟ يعني اهميه الستاندرد ايه على السكيل الشخصي والسكيل التصنيع والسكيل بتاع الشركات، السكيل بتاع المنتج والسكيل بتاع المستهلك، السكيل بتاع الدول وبعضها، ايه تاثير الكلام ده؟ المين ايتم بتاعت الستاندر كود، ودي احنا عارفينها كويس وهنتكلم برضو عليها تاني للي ما حضرش الايه المعمل. different classification system of standard، طرق مختلفة للتصنيف الستاندر والكلام دوت. ونبدأ الستاندرد classification كorganization، كorganization بتعمل بتطلع الستاندر. احنا قلنا الكود بتاع المواصفة بيتكون من ثلاث حاجات، الهيئة اللي أصدرت المواصفة، أو الهيئة دي تابعة لدولة ولا تابعة الانترناشنال يعني انترناشنال كوميتي، ولا تابعة لزي ما يقولوا كده يونيون أو اتحاد من الدول مع بعضهم وهكذا. فده اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو الأورجانيزيشن دي اللي عاملة الستاندر طبيعتها ايه. هو هنا قسمها قال لي لا، إما الأورجانيزيشن دي أو الهيئة أو خلينا نقول إن هو المنظمة أو الهيئة ديت، هل الهيئة دي خاصة بناشونال أو بدولة معينة أو بوطن معين أو بإقليم معين كده محدد؟ يقول لك في مؤسسات وهيئات خاصة بإصدار المواصفات،
لكل دولة في مؤسسة، يعني معلش على الأقل، ما أنا مش بقول لك لكل دولة على الأقل في مؤسسة، لأن في بعض الدول يعني منتشر فيها المؤسسات كتير جدا زي ما هنتكلم أنا نعرف على دلوقتي. ففي ناشونال زي الإيجيبشن أورجانيزيشن فور ستاندرزيشن أند كواليتي اللي هي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. طيب وانتوا شفتوا معظمكم يعني مش عارف اللي حضر المعمل معظمكم شاف المجله وقدر يتصفح المجله ويعرف الايه بعض المقالات اللي فيها مواصفات تم اصدارها من الهيئه المصريه العامه للمواصفات والجوده. في جيرمان ستاندرد اللي هي دويتش انترناشنال نورم اللي هو المواصفات الدولية الألمانية DIN اختصارها DIN وهنشوف الاختصار بتاعها بعد شوية. في بقى منظمات بتبقى تابعة لمجموعة الدول أو اتحاد مجموعة الدول المتحدة مع بعضها كده، ومثال على كده الاتحاد الأوروبي اتحاد الدول الأوروبية European Union. وفي مثال قوي انتوا بعض زمايلكم كانوا شافوه في الأغلفة اللي جابوها وهي الأغلفة، ومثال على كده الأغلفة كان في أكتر من مثال أنا أفتكر واحد منهم الأغلفة بتاعت أي كيس مناديل بتاع ورق، مناديل ورق ديت اللي بتستخدمها دايما عليها الإيه الأوروبيان تطبيقات يقول لك مطابق متوافق مع التطبيقات الأوروبية EEC 59 لسنة 92. اعتقد ده مثال قوي جدا. في برضو الايه الجولف اتحاد دول الخليج برضو عاملين هما منظمه لاصدار المواصفات. ده بالنسبه للهيئه. ففي هيئات بقى انترناشنال او انترناشنال زي ما بيسموها او دول او مؤسسات او منظمات دوليه. المنظمات الدوليه دي زي الايزو الانترناشنال Standardization Organization الايزو ده اختصار اسم المنظمة الدولية أو العالمية للمواصفات. وفي International Electrical Commission أو Committee ده منظمة برضو أو هيئة عالمية للحاجات الكهربية. كنت هقول حاجة ونسيت. المنظمات الدولية دي بقى خلي بالك يقول لي منظمات دولية يعني ايه. بص بقى الهيئة المصرية العامة للمواصفات اللي عندنا هنا في مصر في شارع تدريب المدربين اللي في المباني الأمريكية والمطرية ده هي فيه تعتبر عضو، يعني الهيئة المصرية العامة للمواصفات اللي في مصر تعتبر عضو في منظمة الأيزو. ولما بيعملوا الأيزو بتعمل اجتماعات أو بتعمل عشان تدي يتفقوا على حاجة أو يعملوا، يبقى الممثل أو نقول إيه الشخص اللي مفوض من الهيئه هنا او ممثل الهيئه المصريه يروح يحضر الاجتماعات بتاعه الايه الايزو. طبعا في ظل الكوفيد والكلام ده ممكن يعملوا اجتماعات اونلاين ويعملوا اجتماعات على الويب سايت والكلام ده. فهمنا يا شباب؟ فدي تقسيمه. بص بقى ده تقسيمه الاولانيه، يعني دايما عندنا اكثر من تصنيف للايه للمواصفات. التصنيف الاولاني اللي هو طبقا للايه للهيئه اللي بتصدر المواصفه. طيب لما أنا نعمل الهيئة اللي بتصدر المواصفة ده قسمناها هيئات قومية، يعني هيئات داخل الدولة، هيئات تتبع لدولة واحدة، هيئات تتبع لاتحاد من الدول، وهيئات عالمية يعني انترناشنال. على فكرة طبعا في هيئات إصدار مواصفات أمريكية، في يابانية وهكذا. هنتعرف على الكلام دوت، وارجو ان لغايه دلوقتي احنا ما قلناش حاجه صعبه، اوعى يكون في حاجه صعبه. Classification according to the organization that issued the standard. التصنيف according للهيئه اللي اصدرت المواصفه، او التصنيف الثاني بقى هما تصنيفين Classification according to subject of standard. بمعنى ايه؟ احنا كل المواصفات، خلي بالك كل المواصفات اللي انتوا جبتوا الاغلفه بتاعتها وتمرنا عليها وطبقناها وعملناها في المعمل بتاع الاسبوع الاولاني، تفتكروا دي مواصفات ينطبق عليها ايه؟
انا في 4 أو 5 فتح لهم المايك، حد منهم يرد يرفع ايديه ويرد عليه. اصنفها على انها ايه؟ مثلا منتجات غذائيه، منتجات دوائيه، حاجات زي كده. يبقى هنا خليني بقى خليني اقول ايه، ان دي مواصفات منتج. برافو عليك. انا ممكن اقول دي مواصفات، احنا كل اللي جبناها كانت حاجات ايه غذائيه، بس غذائيه بتاعت ايه؟ منتج. يعني انا بتكلم على منتج اسمه بسكوت شاي، بتكلم على منتج اسمه بن، بتكلم على منتج او المنتج التاني. على فكره مش عاوز اقول الدوائيه، لان الدوائيه احنا ما حطيناش فيها، يعني ما لقيناش ولا دواء مكتوب عليه صراحه مواصفات قياسيه مصريه او مواصفات خالص. لقينا رقم تسجيل وزاره الصحه بالهيئه القوميه للدواء بالهيئه القوميه لسلامه الغذاء، صح كده ولا انت ما كنتش معانا في الحته دي؟ ايوه يا دكتور، كان كل دواء ليه رقم. ده السؤال الخامس من الخمس اسئله بتاع المواصفات. يبقى انا عشان اقول، حد تاني عاوز يقول حاجه؟ اوكي. يبقى انا عشان اقول نعم، ممكن بس دخل الناس اللي في الويتنج، هو في واحد بس اهو اسمه احمد اسعد تقريبا اهو دخلته، يعني من شويه دخلت تقريبا 2 أو 3 كانوا مستنيين في الويتنج. عموما العدد بيقل ما تقلقش، كان بعد من السيشن الاولاني كانوا 224 وبعد كده عمال ادخل تاني وصلوا 219 بس. بس كويس كويس، ربنا يبارك في الموجود يعني. اوكي. طيب يبقى هنا بس عاوز حد تاني بقى يكون لقط الحته دي، يلقط الحته دي ويقول لي في يعني كل المواصفات اللي احنا اتعرفنا عليها وطبقنا عليها في المعمل وشفناها اللي انتوا جايبينها تتصنف تاني على اي التصنيف الاولاني على انها ايه؟ مواصفات ايه؟ محليه يعني؟ لا مش محليه، نقول مواصفات قوميه. يعني زي ما قلنا ناشونال، نقول مواصفات ناشونال يعني مواصفات قوميه اللي هي تبع دوله واحده. شكرك جدا. نرجع تاني للمحاضره، ويبقى هنا الكلاسيفيكيشن. دي الكلاسيفيكيشن بتاعنا ده مواصفات. خلي بالك، ما انا بعد شويه كده لما نكمل السلايد هنلاقي في مواصفات لشكل عينه الاختبار، في مواصفات لطريقه اجراء الاختبار. لا، يبقى دي مواصفات مش بتاعت منتج. احنا كنا بنتكلم على ان المواصفات اللي جبناها كلها وطبقناها عليها في المعمل كانت مواصفات قوميه، ما هياش مواصفات. لكن في مواصفة أو الاثنين يمكن، معلش حد كلكم يعني مش مركزين معايا، مواصفة واحدة بس قلنا تتبع ايه؟ لسه قايلها دلوقتي، تتبع انهي ايه؟ مواصفة واحدة. يا نهار ابيض، اللي هي الدويتش دي، الاي اي سي، اي اي سي بتاعت الاوروبيه دي، هي بتاعت ليه التوجيهات الاوروبيه او المواصفات الاوروبيه اللي هي كانت على الورق، المناديل الورق. تمام. كان في حد جايب حاجه تانية مش فاكرها فعلا، بس واحد من الطلبه زمايلكم كان جايب حاجه تانية برضو عليها الايه، مواصفات اوروبيه او توجيهات برضو ايه اوروبيه عليها حاجه من الايه، الاتحاد الاوروبي. يبقى احنا شفنا نموذجين بس، ممكن نشوف بعد شويه كده مواصفات الايزو والحاجات دي كلها. اوكي. نروح بسرعة للستاندر تاني اهو، ناشنال او انترناشنال او ريجنال او يونيون، وده تصنيف على الايه، المحلية، على المنطقة او الهيئة، موقع الهيئة دي هيئة قومية او محلية بتاعت تتبع الدولة بس، ولا اتحاد دول، ولا انترناشنال يعني ده مواصفات او الهيئة دي بتنزل مواصفات عالمية او دولية. في مواصفة ماتيريال، مواصفة ماتيريال تقول لي البروبرتيز بتاعت الماتيريال والكومبوزيشن بتاعها، وفي أمثلة كتير على الحكاية دي. لما يقول لي مثلا المواصفات بتاعت الستانلس ستيل، المواصفات بتاعت خامات الستيل، زي ما شفنا لو فاكرين في الترم الأول لما جبت لكم الشتال شلوسل أو مفتاح الصلب الكتاب الأخضر الكبير دوت، اللي كان فيه أنواع الستانلس ستيل، الفريتيك ستانلس ستيل والاستانيتيك ستانلس ستيل والمارتينزيتيك ستانلس ستيل والدوبلكس ستانلس ستيل، كل جريد من الستانلس ستيل دي 316 304 301 وهكذا، كان ليها تركيب كيميائي وكان ليها خواص ميكانيكيه محدده. فهنا كانت المواصفه بتاعه
الستانلس ستيل دي الرقم بتاع اكتبوه بقى ورايا انا مش حاطه انا بس هتلاقوه يمكن بعد شويه ممكن يكون مكتوب موجود في سلايد ثاني الاي اس تي ام اي اس تي ام لوحدها وبعدين اي 240 لسنه 2012 دي مواصفه بتاعت الايه الستانلس ستيل دي تعتبر مواصفه خامه ماتيريال لوحدها في التست ميثود اللي هو البروسيدر في مواصفة لاختبار الشد في مواصفة لاختبار الصلادة في مواصفة لاختبار الضغط والامباكت والفتيج والكلام ده كله طيب التست سبيسمنت في مواصفات لكل عينة اختبار اشهرهم اختبار الشد الجرماني ستاندر اكتب الرقم ده ورايا اللي هو دين دي اي ان دين دي اي ان 50-125 لسنة 2018 دي مواصفة لشكل ومقاسات عينات الشد الجيومتري والدايمنشن بتاعت الايه التنشن تيست سبيسمنت برودكت دكتور هو ده معناه نعم. كل اختبار ليه رقم لا ثواني مين اللي بيسأل انا حسام يعني ايه كل اختبار ليه كل اختبار يعني اختبار الشد ليه مواصفه لسه هنتكلم عن التست ميثود اختبار الشد ليه مواصفه يقول لك يعني مثلا الغذاء المنتجات اللي عليها رقم واحد زي معظم المنتجات رقم واحد ده يعني اتعمل عليها اختبار واحد بس لا 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 لا, لا اصبر معايا انت كده هتلخبط الدنيا تمام المواصفات اللي طلعناها من الاغلفه دي مواصفه الايه المولتو دي مواصفه البسكوت دي مواصفة منتج المنتج ده منتج واحد ده مواصفة المنتج اللي جوه لكل الاختبارات اللي تمت عليه لا 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 انا ما اتكلمش على الاختبارات تمام جوه المواصفة بقى عمل عليها ايه تحليل ايه وعمل ايه يبان جوه المواصفة لكن الرقم اللي على الغلاف ده رقم المواصفة اللي منتج بيها هذا المنتج اللي جوه الغلاف زي منتج الكبريت هو بيختبر الكبريت ازاي ممكن يبقى ليه مواصفة تانية او جوه المواصفة بتاعت الكبريت ممكن يتكلم على الاختبارات اللي يعملها على الكبريت اسباب بس اسباب ان البن عليه رقمين والحلاوه ثلاثه هناخدها لا 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 كده لا لا ما تجرنيش عشان اقول لك اجابه الاسئله ما لقيتش والله قعدت ادور ما لقيتش اجابات خالص لسه قدامكم فرصه اسال استعين بصديق استعين بقريب استعين ب اوكي اللي انت اشكرك على السؤال الرقم المواصفه اللي كان على الاغلفه على كل غلاف منه يعني مثلا المواصفه اللي على اللبن المبستر دي مواصفة اللبن او حد يقول لي ده البن عليه مواصفتين عشان يبقى مواصفة البن اللي جوه ومواصفة الكرتونة اللي مكتوبة اللي جوه اللي متعبي فيها البن لا انا بتكلم على ان المنتج ده اللي جوه العلبة دي ليه المواصفة اللي مكتوبة بره اوكي لكن لما اجي اتكلم على طريقة اختبار يبقى اقول لك ده المواصفة زي الاي اس تي ام اي اس تي ام ام 8 لسنة 2020 ASTM دي اختصار الامريكان سوسايتي فور تيستينج اوف ماتيريال ASTM ام 8 مواصفه رقم 8 لسنه 2020 يخص بايه التست التنشن تيست بروسيدر او التنشن اختبار الشد على المواد المعدنيه يبقى دي المواصفه دي خاصه باختبار الشد على المواد المعدنيه يبقى دي مواصفة اختبار اوكي طيب نروح للبرودكت وقلنا الديفينيشن او الاكسبتنس فاليو للريكوايرد تيست الكواليتي فممكن مواصفة البرودكت يبقى فيها حاجات كتير ميكانيكال بروبرتيز او كومبوزيشن او مايكرو ستراكشر وفي مواصفة يعني يمكن انا مش فاكرها بالظبط يمكن مواصفة رقم ميم كاف ميم اعتقد مواصفة 13 مواصفات كيسية مواصفة 13 دي خاصة بالحديد الزهر الرمادي يعني ايه حديد الزهر الرمادي يقول لي المايكرو ستراكشر بتاع انواع حديد الزهر الرمادي اوكي فالموضوع المواصفات ده مش عاوزين نتاخر اكتر من كده عاوزين نلحق نشوف احنا كنا بنقول ايه اهي بعض الامثله هيقول لي بقى الايجيبشن ستاندر وده الاختصار بالانجليزي يعني لو انت احنا قلنا مواصفات القياسيه المصريه لو هي مكتوبه بالعربي مواصفات قياسيه مصريه ميم كاف ميم لو هي مكتوبه بالانجليزي هتكتب ايجيبشن ستاندر اي اس
والغلاف لو مكتوب عليه بالعربي وبالانجليزي اقرا اللي بالعربي وشوف الرقم كام واقرا اللي بالانجليزي هتلاقيها كاتبها بالانجليزي ES 416 لسنة 2007 بالعربي ميم كاف ميم 416 لسنة 2007 نفس الايه المواصفة. وهنشوف دلوقتي غلاف بتاع مواصفة الغلاف اللي من ناحية اليمين بالعربي ومن ناحية الشمال بالانجليزي مكتوبين زي البريتش ستاندر وده الاختصار بتاعها الجرماني ستاندر الدين والجابانيز ستاندر الجيس والاوروبيان نورم اللي هو اي ان والامريكان ستاندر زي في هيئات كتير او سوسايتي كتير في امريكا بتطلع مواصفات لكن اشهرهم الاي اس تي ام اللي احنا قلنا عليها من شويه اي 240 بالنسبه للخامات بتاعه انواع الستانلس ستيل و ام 8 لاختبار الشبك اي اي اس اي دي برضو احنا قلناها في الترم الاولاني اللي هي الامريكان ايرن اند ستيل انستيتيوشن ودوت اللي كان بيطلع الكود بتاع الصلب الكربوني لما يقول لي مثلا ايه اي اي اس اي كام حد فاكر 1040 او 1045 ازف 1045 او 1025 او 1080 كان ليها معنى الانترناشنال ستاندرد اورجانيزيشن اللي هي الايه الايزو دي بعض اللوجو وبعض الحاجات بتاعه الايزو يقول لي ايزو 9000 واحد اللي بتاخدها المصانع اللي هي بتصنع وبتصمم والمنتجات والحاجات دي كلها بيقول لي الكواليتي مانجمنت سيستم ريكويرمنت وبعدين في الايزو 65006 شرطه واحد دي تعني الجزء الاول من المواصفه 6506 يبقى لو في 6506 شرطه 2 يبقى في بارت 2 شرطة 3 يبقى فيه بارت 3 لسنة 2014 دي الميتاليك ماتيريال برينل هاردنس تيست بارت 1 التيست ميثود يبقى بارت 1 ممكن يبقى التيست ميثود بارت 2 الماشين بريفيكيشن اللي هي التحقق من دقة المكنة بارت 3 مش عارف ايه شكل المكنة او ابعاد المكنة والحاجات دي كلها او شكل العينة وابعاد العينة المواصفة دي احنا من اللجنة بتاعتنا اللي انا مشترك فيها تعرب المواصفة ديت وتطلع لها مواصفة منظرة للأيزو 6506 شرطة واحد إنها نعمل مواصفة مصرية بنفس المحتويات بتاعة المواصفة بتاعة الانترناشنال ديت قربنا هوت الـ OIML ديت الـ International Organization of Legal مترولوجي مترولوجي اللي هي المقاييس والحاجات اللي بتقيس الأطوال والحاجات دي زي المتر وبيسموها إيه الامطار الحاجات بتقيس الابعاد خلاص اللي بعد كده الاي اي سي انترناشونال الكترونيكال كوميشن اللي هي المؤسسه او المجروب او اللجنه يعني اللي هي بتشتغل في هذا الايه المجال اوكي الكتريكال والكترونيك وحاجه عشان كده هي ده نبذه سريعه وبرده استعنت بمدير في الهيئه المصريه العامه للمواصفات والجوده مدير المقاييس عشان يمدنا ببعض الايه المعلومات على الهيئه المصريه العامه للمواصفات طريقه كتابه المواصفه زي ما قلنا المواصفه القياسيه المصريه رقم يديني الرقم دوت شرطة 2 اهيت يعني معناها الجزء الثاني لسنة 2017 اهي المواد المعدنية اختبار الصلادة بطريقة برينل الجزء الثاني التحقق من ماكينات الاختبار ومعايرتها او مواصفة 5178 شرطة 2 المواد المعدنية اختبار الصلادة بطريقة برينل الجزء الثاني التحقق من ماكينات الاختبار ومعايرتها يعني المواصفة مكتوبة ب هي نفس المواصفة مكتوبة بطريقتين لما يكتبها المواصفات القياسية المصرية أو يكتبها ميم كاف ميم علشان يعرف الايه البتاع ده الغلافين اللي أنا قلت لكم عليهم ده غلاف المواصفة اللي احنا طلعناها الغلاف اللي بالعربي والغلاف اللي بالايه بالانجليزي ولو كبرنا شوية كده هيقول لي اهي ميم كاف ميم 5178 شرطة 2 ل 2017 مواد معدنية اختبار الصلادة بطريقة برينل والناحية الثانية Metallic Material Brinell Hardness Test Part 2 Verification and Calibration of Testing Machine أعتقد كده إحنا خلصنا
الجزء بتاع المواصفات وهناخد بريك يمكن 10 دقايق. موافقين طبعا على حد مش موافق؟ احنا خلصنا كده الجزء الثاني من البرزنتيشن اللي هو خاص بالايه بالمواصفات، واعتقد دلوقتي موضوع المواصفات بقى واضح اهميه المواصفات وليه هي مهمه وكده، دي ممكن نبقى نتكلم عليها في المعمل بعد كده ان شاء الله، او ممكن انتوا تتصفحوا مجله الايه الويب سايت بتاعه المواصفات والهيئات بتاعه المواصفات كده وتدعبسوا على الموضوع دوت. اشكركم 10 دقائق ونتقابل تاني عشان نكمل الجزء الثالث من المحاضره. العدد بيقل بقى 212، الجوده بيطلبوا مننا ان احنا يبقى عاملين ليست بالايه او نعمل داونلود للاتندنس ليست كل شويه او كل ايه فتره كده عشان ده بيبقى دوكيمنت عندهم داونلود. اوكي اشكركم 10 دقائق، الساعه دلوقتي 2 شارب يبقى 2:10 هنتقابل ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم.
اوكي السلام عليكم. الشيرنج فايل الثالث باين. تمام يا دكتور. تمام. طيب يبقى احنا هنبدا دلوقتي في الموضوع بتاع اول اختبار عندنا، وهنتكلم على اختبار التنشن تيست، اختبار الشد الميكانيكي. ويعني نتوقع كده ان الناس كلها تكون عارفة ان اختبار الشد الميكانيكي ده هيتم اجراؤه على الماكينات، اللي مكنة من ماكينات معمل الاختبار اللي هي من رقم 1 لرقم 4، مكنة من الماكينات 1 او 2 او 3 او 4 اللي هم احنا سميناهم Universal Testing Machine، ماكينات الاختبار العامة، لان كل مكنة منهم بتعمل 4 اختبارات زي ما احنا عرفنا في المعمل بتاع الاسبوع الاولاني. اي مكنة منهم بتعمل اختبار الشد، وممكن تعمل باستخدام تجهيزة الشد، تعمل اختبار الضغط باستخدام تجهيزة الضغط، تعمل اختبار الانحناء باستخدام تجهيز الانحناء تبقى موجودة على المكنة، وممكن تعمل اختبار الشير او القص باستخدام تجهيزة الشير، اللي احنا التجهيزات دي اللي كانت موجودة في معمل الطلبة على الترابيزات اللي فيه 8 ترابيزات. طيب نبدأ ونشوف كده اختبار الشد بيندرج تحت انهي نوع من الاختبارات. اختبار الشد مع بعض الاختبارات الاخرى بنسميها اللود اللي بيبقى واقع على العينه، او حاله اللودنج اللي على العينه بتبقى بيسموها ايه؟ شبه استاتيكي، لود بيأثر على العينة ببطء جدا. طيب من زي الاختبار بتاع الشد اللي هو اختبار الشد والكمبريشن والبيندينج والشير والهاردنس، دول كلهم كاتيجوري بيبقى اللود يعني بطيء شوي، او حركة الفك بتاع المكنة اللي بيأثر على العينة بطيء. طيب الكاتيجوري التانية اللي هي الحاجات اللي فيها تأثير بلود ديناميك، يعني تأثير بحمل ما هوش استاتيك، بحمل يعتبر فيه ديناميكية، فيه حركة. وزي ما شفنا كده المعمل الأولاني مهم في إيه، لما أجي أنا أتكلم دلوقتي هقول إيه اختبار الإمباكت، دي اول محاضره اقول لك اختبار الامباكت، انا برفع البندول بتاع المكنه، يبقى انت متخيل البندول بتاع المكنه رقم 11 اللي في الكورنر بتاع المعمل على اليمين جوه، زين الناس بقى دلوقتي متخيله يعني قدامهم كده ايه اللي اوت، يقول لي دي رقم المكنه رقم 11. والاختبار الثاني اللي شبهها برضو او فيه فاتيج لودنج، ديناميك لودنج، اللي هو مكنة الفتيج اللي هي رقم 13 اللي أول ما تدخل الباب كده تبقى ورا الباب على اليمين. متخيلين طبعا. ده كاتيجوري تاني بيسموه ديناميك لود. في كاتيجوري تالت بقى اللي هو اختبار الكريب، اللي هو اختبار الزحف. ليه؟ لأنه بيتم في درجة في ظروف معينة، درجة حرارة عالية، واللود اللي مأثر علينا بيبقى لود ثابت. يعني ايه ثابت؟ يعني constant load، ما بيتغيرش وما بحركش، انا ما بأثرش، ما بقولش للفك بتاع المكنة او الايه الدراع بتاع المكنة اتحرك، او بأثر عليه باي حركة، ولا بأثر بغير اللود. فده كاتيجوري التالتة. وزي ما اتفقنا في المحاضرة الاولانية لما كنا نتكلم احنا ليه عندنا اربع اختبارات فوق، اثنين خمسة، تنشن كومبريشن وبيندنج وشير وهاردنس، ادي خمسة، امباكت وفاتيج ادي اتنين سبعة، كريب تمانية، ولو خدنا الوير كمان يبقى تسع اختبارات. ليه؟ ولا كل اختبار من دول بيديني البروبرتيز المناسبة
اللي بتعبر عن تصرف المكنة، تصرف العينة آسف، أو تصرف الخامة تحت تأثير ظروف الاستخدام اللي تشبه الاختبار ده. أنا بعمل اختبار أو بأجري اختبار على العينة عشان أو الخامة عشان أعرف التصرف بتاعها تحت تأثير ظروف الاستخدام اللي تشبه الاختبار، أو بعمل اختبار يشبه ظروف الاستخدام بتاعتك. خلاص يا شباب، ندخل على السلايد اللي بعد كده. المين ايتم اوف تيست سايكل، هنا بقى كل اختبار الاسطمبه دي، الورقه دي او الشكل ده هيبقى خلاص حاجه كده زي ما اقول كده ايه، ملازمه لهذا لاي اختبار هنعمله. ما هي الحاجات اللي احنا عاوزينها تبقى موجوده عندنا لما نيجي نعمل اي اختبار؟ يقول لي انا هطبق التيست سايكل، والتيست سايكل بيقول ايه؟ بيقول التست سايكل بيقول ان انا عندي انبوت مدخلات للاختبار لازم تبقى متوفره قبل ما اعمل اختبار، عندي مخرجات انا بدور عليها او نتائج او انا عاوز اعرفها عن الخامة، وعندي إجراءات وخطوات أنا بتبعها. عشان نعرف الكونسبت بتاع التست سايكل ده، أنا مرة ديت مثال كده وقلت بقى كل الطلبة مش هينسوا حاجة وبتاع، أنا جيت بدي المثال وبنعمل الحكاية دي وبعدين نسيت حاجة. عشان كده لما بنكتب الايتم ديت قبل الاختبار بنقدر نعرف الحاجات ما ننساهاش وما ننساهاش. وهديكم مثال تطبقوه، كل واحد يطبقه كده قبل ما ايه من هنا لغايه الايه الاسبوع الجاي ميعاد المعمل. تخيل انا بقول لك، هقول لك الاوتبوت انا عاوز اعمل بعد المحاضره ديت وبعد ايه الثلاث فترات بتاعت المحاضره ده بتاع النهارده، انا عاوز اعمل كوبايه شاي مظبوطه واقعد كده ايه استريح شويه. ده المطلوب الاوتبوت، كوبايه شاي مظبوطه. مظبوطه بالنسبه لك، شفت بقى؟ فهنا كل واحد ليه الستاندر اللي بيقول له تلقيمه الشاي قد ايه، الستاندر اللي بيقول له قد ايه هيحط سكر، هيحط سكر ولا هيحط اللي هو سويتر دوت، ولا هيحط مش عارف ايه الحاجات اللي محليه، ولا بيحلي مثلا بعسل نحل، ولا هيعمل ايه كميه الشاي قد ايه، يستخدم شاي باكت ولا شاي سايب ولا شاي نوعه ايه، كل ده. فطبق انت بقى، يعني خد ورقه كده درافت او ورقه كده عاديه وقول انا التست، انا هطبق مش التست سايكل، هطبق بقى الاجراء دوت اللي هو الكونسبت بتاع التست سايكل على ان عاوز اعمل كوبايه شاي. محتاج ايه يبقى متوفر عندي؟ محتاج ايه يبقى عندي انبوتس؟ الخطوات اللي انا هتبعها، هعمل ايه الاول واعمل ايه واعمل ايه واعمل ايه وهكذا. وبعدين في الاخر هيقول لي النتيجة في الآخر كوباية شاي نقعد نشرب، كل واحد يقعد يشربها لوحده بقى، مالناش دعوة انت عازم حد يعني. هو ده اللي هنعمله في الاختبار. اوكي يا شباب؟ فده هنعمله ده في أثناء الحصة. مجموعة هتروح تعمل تجربة على المكنة، ومجموعة تانية قاعدة تعمل إيه؟ تتخيل التست سايكل ونطبق الكونسبت اللي إحنا طبقناه قبل كده في الترم الأولاني اللي هو بيفور وآفتر. قبل ما تشوف التجربة تتوقع انت محتاج ايه عشان لما تروح تعمل التجربة تبقى الحاجات كلها ايه معاك وانت داخل بيها. والزمايل كلها هيروحوا، المجموعة اللي هتروح تعمل الاختبار هترجع تشوف انتوا كتبتوا ايه على السبورة، ونسمي اللي كتب على السبورة ده بيفور باللون الازرق مثلا، الايتم بتاع الانبوت بالازرق، والبروسيدير او الخطوات والاوتبوت. وبعدين لما يرجعوا بعد ما عملوا التجربه وشافوها عملي وشافوا الفني بيعمل ايه وبيجهز ازاي وبيعمل ايه، يوم يضيفوا الحاجات دي افتر اللي هي ما بعد اجراء الاختبار وبعد ما شاف التجربه عملي ايه المجموعه الاولانيه كانت ناسيه ايه. هو ده الكونسبت بتاع بيفور وافتر. نبدأ نتكلم بقى على التنشن تيست. ان انا عندي، وانا على فكرة هقول حاجة دلوقتي لو حد ما سمعهاش وما كتبهاش وما سجلهاش وفهمها كويس
دايما هيغلط فيها. وفي امتحان العملي يعني بنسأل السؤال ده وقت على طول. بس بقى التنشن تيست بيقول لي ليه أهمية بنبدأ بالتنشن تيست ليه؟ بيقول لك التنشن تيست ده اختبار كومن معروف وبسيط، تجهيز العينة بتاعته بسيطة، الخطوات بتاعته ما هياش معقدة، ولكن بيديني كمية معلومات كتير جدا عن العينة أو الخامة العينة إن أنا بختبرها. طيب إيه بقى المعلومة المهمة؟ ما يعني اختبار كويس حلو جميل. المعلومة كالآتي، إن أنا عندي المكنة فريم أهو، أي مكنة من الأربع مكنات الواحد الأربعة اللي هي اليونيفرسال تيستينج ماشين، أحط العينة اللي باللون اللبني ده الأزرق فاتح ما بين فكين اللي هو الاتاتشمنت بتاع اتاتشمنت بتاع الشد، فواحد منهم هيبقى ثابت في عرضة من العرضتين بتوع المكنة اللي تحت أو اللي فوق، وهو ثابت واحد طرف ثابت والطرف الثاني، بص بقى الاكسبريشن انا هقوله، والطرف الثاني اللي ماسك الطرف الثاني او العرضه الثانيه اللي ماسكه الطرف الثاني من العينه، بص بتعمل ايه؟ بتتحرك حركه خطيه بسرعه ثابته. ثاني، الفك المتحرك بتاع المكنه شاد الطرف في المكنة الثاني، طرف العينة الثاني آسف، وبيتحرك حركة خطية بسرعة ثابتة. يا نهار أبيض، سرعة ثابتة. أنا قلت لود؟ أنا قلت بأثر بلود؟ لا، أنا قلت الفك الثاني بيتحرك، أنا بديله أمر بالكمبيوتر يتحرك بسرعة ثابتة. جميل. الناتج إيه بقى؟ بيقول لي الناتج المكنة كمبيوتر يرسم لود ديسبليسمنت. لا طب ما في لود اهو يا دكتور، امال اللود ده جه منين؟ واللود هنقيسه ازاي؟ هيقول لي في حاجتين مهمين احنا قلناهم في الايه في المحاضره الاولانيه. في حاجه اسمها لود سيل، خليه اللي بتقيس اللود، وفي خليه تانية هنا او حاجه تانية اسمها اكسنسومتر او ديسبليسمنت سنسور، بيقيس الحركة الطولية اللي بيتحركها فك من الاثنين. دكتور انت قلت بيتحرك بسرعة ثابتة، ما قلتش لود، اللود ده جه منين؟ حد عارف؟ انا هطرح هذا السؤال عليكم، وعلي رفع ايده اكنه يعني الراجل كان مستني ان انا ايه يعني اهو. يلا علي، علي محمد، اتفضل يا علي، افتح دوس على المايك واتكلم، بعديه جورج وبعدين ايمان، نفتح لايمان و... ايوه اتفضل يا علي، اتفضل اتكلم. ثلاثه كفايه بقى، ممكن اربعه. ممكن دي تبقى ممكن تبقى مقاومه العينه نفسها للشد، مقاومه العينه للشد، ده راي جميل. جورج يا دكتور، بسبب ان العينة عندي ممسوكة من الطرفين، فأي حركة بأثر ان انا اعمل إلونجيشن او سطلة بتأثر باللود على الكروس سيكشن. لا لا لا، انا لا ما فيش الحركة دي، بقول حركة خطية، انا ما بقول لهاش أثري بلود. لا الاكسبريشن مش موافق. ايمان تفضلي. ايمان، ان الماتيريال نفسها بتقاوم ان الكروس سيكشن بتاعها يقل، العينة نفسها بتقاوم الحركة اللي بتأثر عليها، زي الكلام اللي قاله علي. محمد عيد اتفضل يا محمد، وده مش هاخد حد تاني، كفاية أربعة. اتفضل يا محمد. ممكن يا دكتور بسبب رد فعل العينة، بسبب رد فعل العينة، يعني أنا بشدها لفوق فهي بتعمل رد فعل لتحت، وبالتالي أنا طب خليني أقولها بمصطلح تاني. أشكركم، نزلوا بأيديكم وقفلوا المايكات. أنا هقول بقى إيه، أنا بأثر، بقول الفك المستعرض دوت المتحرك اتحرك بسرعة ثابتة،
الفك ده ماسك العينه. العينه بص بقى هتعمل ايه، هتقاوم هذه الحركه انها مش عاوزه تتحرك، هتقاوم هذه الحركه بممانعه تقوم اللود سيل تحس ان في مقاومه من العينه. يبقى اللود سيل بتقيس ايه؟ بتقيس مقاومه العينه للحركه اللي بتتحركها الفك المستعرض بتاع المكنه، هو كده. لكن المكنه ما بتاثرش بلود. اوعى اوعى اوعى، هي دي الغلطه. لما بنسال السؤال ده وحد يقول لي اصل انا بخلي المكنه الفك يتاثر على العينه بلود، اوعى، غلط. وهاكد لك هثبت لك بعد شويه ان المكنه ما بتاثرش بلود. خلاص سمعنا الاكسبريشن. المهم ان انا بخلي الفك المستعرض ده يتحرك بسرعه ثابته، بديله اوردر انه يتحرك بسرعه ثابته من خلال الكمبيوتر اللي بيتحكم في المكنه، واقول له يتحرك بسرعه ثابته. يوم هو العينه ممسوكه بطرف ثابت والطرف المتحرك ده بيأثر على العينه بحركه بسرعه ثابته، هي بتقاوم الحركه دي، تقوم يظهر مقاومه العينه تقيسها اللود سيل. هو ده الكونسبت بتاع اختبار الشد. نروح بقى للسلايد اللي بعديها اللي بتاكد الكلام ده. يعني ايه بتاكد الكلام ده؟ بيقول لي في نوعين من الاختبارات، بس احنا مش هندخل في هذا التفصيل. التفصيل اللي انا قلته بيقول لي ان انا بخلي الفك بتاع المكنه يتحرك بسرعه ثابته، حركه طوليه بسرعه ثابته، يبقى ده ديسبليسمنت كنترول ماشين. ان المكنه لو الفك بتاع المكنه بيتحرك حركه طوليه بسرعه ثابته، يبقى انا هنا ديسبليسمنت كنترول. بقول له ايه؟ يتحرك بسرعه 10 مللي في الدقيقه. في الغالب بيتحرك بالاختبار الشد بيتعمل بيتم باجراء الحركة دي 10 ملي بسرعة 10 ملي في الدقيقة. سرعة اوعى يقول لك سترين والكلام ده، سترين ريت والكلام، لا هي سرعة اسمها سرعة. اقول له الدكتور عادل علينا في المحاضرة سرعة، سرعة 10 ملي في الدقيقة، بس سرعة خطية. في مكان تاني هنعرفه، المكان التاني ده زي مكنة الفتيج ومكنة الكريب ومكنة الامباكت. بيعملوا ايه دول يا دكتور؟ بقول لهم انا اساسا بخلي المكنه تاثر على العينه بلود. مش احنا شفنا مكنه الفتيج النقطتين التحميل اللي على جنبين المكنه العينه نازلين بعمود كده، والعمود ده فيه قرصه تحت والقرصه دي عليها اتقل. يبقى المكنه بتعمل ايه؟ بتاثر بلود على العينه. مكنه الامباكت دي بتصدم العينه وهي نازله بطاقه حركه كده باثرها عليها بلود. يبقى ده الكاتيجوري الثاني من الاختبار اللي هو او الماكينات اللي هي لود كنترول ماشين. يبقى التنشن ثاني باكد، تنشن كومبريشن بيندنج شير، من انهي نوع؟ ديسبليسمنت كنترول تيست، ديسبليسمنت كنترول تيستينج ماشين. اشكركم. السلايد دوت كده مفهوم، واوعى حد يغلط في هذا الكونسبت المهم. طيب بعد كده بقى نروح على التست بروسيجر. نعم في حد في الويتنج بس ممكن تدخله؟ في حد في الويتنج؟ انا بس البتاع كل ما غير السلايد البتاع دوت يختفي. اوكي اهو. لا ده ما فيش حد في الويتنج، انا مدخل اخر واحد. هو بيعمل زنه كده عشان حد خرج حد دخل فبيعمل ايه؟ الارم، بيعمل الارم بيعمل صوت. لكن ده هم العدد بقى بعد ال 220 بقى 192 دلوقتي، مفيش حد في الويتنج ليست. بص بقى الستاندر، احنا كنا بنتكلم على ستاندر اهو. الستاندر بقى ليست ستاندر خاصه بالاختبارات، الاي اس تي ام اي 370 لسنه 2018، ستاندر تيست ميثود اند ديفينيشن فور ميكانيكال تيستينج اوف ستيل برودكت. اي اس تي ام اي 8 اللي انا قلت لكم عليها ستاندر تيست ميثود فور تنشن تيستينج. البريتش ستاندر اللي لما عملوا الاتحاد الاوروبي بقت بي اس اي ان 1000 ولا 10002 شرطه 1 2016 تنسال تيست في الميتاليك ماتيريال ومش عارف ايه. البي اس اي ان 1002 شرطه 5 معناها ان في خمس اجزاء، متخيلين؟ مواصفه ليها خمس اجزاء. اوكي برضه تنسال مش عارف ايه ميثود اوف تيست ات اليفيتد تمبريتشر، يعني درجات الحراره الايه العاليه. والاولانيه الجزء الاولاني ده كان at ambient temperature، الاختبار الشد في الايه في الروم تمبريتشر او في درجه الحراره العاديه.
هنا بقى المواصفه المهمه جدا واللي مش عاوزك تنساها اللي هي المواصفه الدي ان اي 50-125 ستاندرد تيست سبيسيمن فور تنشن تيست. ودي اللي احنا بنجهز العينات الشد بتاعه الاختبار التجارب اللي احنا بنعملها في المعمل اكوردنج لو الدي ان 50-125. يبقى ده تطبيق وممكن تستعينوا بهذه المواصفات في التقرير الجماعي اللي هتعملوه اللي فيه 50 تقرير 50 مواصفه. انا حاسس كده ان هم ال 50 دول قليلين عليكم وهنزودهم شويه بس هنتفاهم في الحكايه دي بقى في المعمل. اوكي يبقى احنا كده اتكلمنا على طريقه الاختبار ان هو displacement control بعض المواصفات الخاصه بعينات او باختبار الشد. اهو عينه شد اهي اسطوانيه ودايما العينه دي ليها شكل ستاندرد شكل قياسي او شكل عياري ليها قطر صغير كده في النص وليها كتفين مدورين او الحتتين دولت بيبقوا فلات زي ما شفتهم في المعمل. بعد زميلكم اللي كان على التاتشمنت بتاع الشد كان في عينات جنب التاتشمنت بتاع الشد وفيها ايه عينه مدوره وعينه فلات. وادي الايه اكوردنج للدن 50-125 لسنه 2012 زمانهم محدثوها دلوقتي بقى سنه 2020 ولا حاجه لكن هي دي بتاعت ايه شكل عينات الايه الشد. دي بعض اشكال للماكينات وبعض الاشكال للعينات بيبقى فيها النهايه بتاعتها الوز لكن المكنه اللي عندنا الاتاتشمنت مش عاوزه الوز وبتبقى عينه ايه فلات الكتف بتاعها فلات. هسيب السلايد ديت بسرعه لان بيقول لي الفورس كونسيدر المقاومه الكلام ده في فيديو بس انا هديه بعد البريك اكون حملت الفيديو عشان نشوفه لكن نتيجه الايه قبل الفيديو بنقول ايه التست سبيسمنت بقى لازم عندي تست سبيسمنت عينه اختبار عياريه قياسيه اكوردنج للستاندرد يبقى في مواصفه لعينه الاختبار في عندي تست ماشين المكنه برضو تكون متعايره وليها طريقه تحقق مثلا ان هي بتقيس بتدي القراءات صح تيست بروجرام وده التيست بروجرام اللي هو الايه الخطوات بتاعه الاختبار يبقى في مواصفه لاجراء الاختبار بتاع الشد ريليتيف ريليتد ستاندرد او الريليتيف ستاندرد للايه للحاجات اللي قلناها دي من اللي فاتت التيست انبوت التيست اوتبوت والتيست ريزلت اهم الريزلت اللي احنا بنحصل عليها اهم الريزلت اللي احنا بنحصل عليها وبنشوف الريزلت اناليسز اللي احنا الريزلت اللي احنا هنحصل عليها ديت بنحلل الريزلت ازاي. طيب يتبادر لذهننا هنا على طول يعني انت ما انت بتقول التست ريزلت دي واحد يقول لي يا دكتور ما انت قلت لنا البوستر بتاع الدكتايل كاست اير البوستر بتاع الدكتايل كاست اير الثلاث نتائج دولت احنا هنقول لكم عليهم في ايه في محاضره الشد. اصبر شويه كده وانا هقول لكم عليهم اقول لكم عليهم بعد ما ناخد الايه الريزلت. اوكي في خالد رفع ايديه اكتب السؤال اللي انت عاوز تساله يا خالد وبعدين هجاوبك بعد شويه عشان انا في نص البروسيدر دلوقتي. طيب الخطوه اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عملت اختبار الشد وطلع من لما تروحوا تعملوا التجربه تبقى انتوا عارفين المكنه او الكمبيوتر بتاع المكنه هيديك نتائج شكلها ايه؟ اولا هيديك حاجتين. احنا قلنا عندي قلت عندي في المكنه في حاجتين. في لود سيل بتقيس اللود اللي جاي من مقاومة العينة للحركة بتاعت الفك المتحرك للمكنة. وفي عندي displacement measurement unit بتقيس الإزاحة اللي بتحصل في العينة. ما أنا شادد العينة هتحصل فيها استطالة. فالاستطالة بتحصل في العينة دي بيقيسها تجهيزة ثانية كده. الناتج الجدول ده. ممكن يديني الناتج على شكل جدول وده ممكن يبقى إيه؟ جدول ممكن نقول لكم في مساله وانتم تعملوا الايه الاجراءات بتاعه الايه الحسابات والحاجات دي وترسموا الايه الكيرف او يطلع لي على الكيرف ده على طول على الكمبيوتر يقول لي ايه الفورس او اللود او مقاومه العينه والجيج لينث طول العينه وهنا بيقول لي بقى البيانات بتاعتها ايه ان الديامتر 12 ونص بتاع العينه عينه دورانيه او اسطوانيه اسف عينه اسطوانيه الديامتر بتاعها 12 ونص والطول العياري بتاعها 50 مللي. طيب
هنا بيقول لي بقى جدول بيقول لي اللود، انا اكبر شويه كده عشان ايه نشوف بيقول لي اللود في الاول كان الجيج لينس 50 ملي، اللود كان صفر في بدايه الاختبار هنا، وبعدين لما اثر ب 4.5 طن عشان احولها كيلو نيوتن او 10 كيلو نيوتن يعني 1000 نيوتن، وكان الجيج لينس زاد من 50 ملي الى 50.2% من الملي، تجهيزه بتقيس يعني بدقه عاليه، وبعدين عند 13.4 وقام موقع النقط ديت وقام راسم الكيرف ده اللي هو ما بين الايه اللود او الفورس والديسبليسمنت او الجيج لينس، طول العينه زاد بقى طوله كام. هنا يعتمد على ان ايه ما يدينيش بقى كده خاصيه للايه للماده، ده كده مرتبط انا بمقاس العينه ومرتبط بكتر العينه مرتبط باللود. لكن انا لو عاوز اخرج من خلي بالك من الحته دي لو سمحت، لو انا عاوز اخرج من الحته بتاعه ارتباطي بطول العينه والديامتر بتاع العينه اعمل ايه؟ يقول لي هنروح نعمل حسبه بسيطه جدا، صغر بقى شويه كده، حسبه بسيطه بتقول ايه؟ ان اللود اللي عندي ده اقسمه على الاوريجينال كروس سكشن اريا يديني حاجه اسمها الانجينيرنج ستريس. المسمى ده لو سمحتوا اختبار الشد بسيط وسهل بس بيديني معلومات كتيره، ولازم ابقى فاهم بجيب المعلومات دي او بحسبها ازاي. ففي عندي هنا انجينيرنج ستريس بيقول لي هو عباره الاستريس اللي واقع على العينه او اللي بتقاوم بيه العينه حركه الشد دي، بيقول لي قيمه الفرصة عند كل نقطه بيتقسم على الاوريجينال اريا اهو، وكاتب هنا الاوريجينال كروس سكشن اريا، اللود على الاوريجينال كروس سكشن اريا. جميل جدا. الاستريس ده الوحدات بتاعته ممكن يقول لي ايه؟ ان هو باوند بير سكوير انش، او ان هو ميجا باسكال اللي هو 10 اس 6 باسكال، او كيلو جرام على المليمتر سكوير، او نيوتن على المليمتر سكوير. الميجا باسكال بتعادل نيوتن على المليمتر سكوير، خلاص؟ وادي الميجا باسكال اهي عباره عن 1 ميجا نيوتن على المتر تربيع، او هي 1 دي مليمتر سكوير لو سمحت. لا هعدلها قبل ما ارفعها لكم، حاضر. خلاص يبقى الميجا باسكال عباره عن 10 اس 6 باسكال اللي هي نيوتن على المليمتر سكوير. لا هو ضرب في 10 اس 6، خلاص هو نيوتن على المتر سكوير. يبقى هنا انا جبت قيمه الستريس. الستريس ده بقى هل مرتبط دلوقتي لو انا جبت عينه صغيره اللود بتاعها يبقى قليل ما دام قسمت على الكروس سكشن اريا يديني ستريس، لو انا جبت عينه قطرها كبير قسمت على القطر الكبير ده يبقى انا خرجت من المقاس بتاع القطر. يبقى احنا كده ايه في الحته دي لغينا الحته بتاعت مقاس القطر، مفيش حد دخل ولا خرج. اوكي لا ناس بتخرج 182. اوكي ناخد بقى ايه طيب يبقى احنا كده بحساب يعني باسم الفورس او اللود على الاريا خرجت من يعني ان انا لازم اقول كتر العينه بتاع انا جبت قيمه الستريس مش مرتبط بالايه بكتر العينه. طب عاوزين بقى نجيب الحاجه الثانيه اللي هي الايه الاستطاله اللي حصلت في العينه. يقول لي ايه طول العينه عند كل نقطه ناقص طول العينه الاصلي اللي هو ال نوت اللي كان 50 ملي على
الفرق ده على طول العين الاصلي يديني حاجه اسمها الانجينيرنج سترين. يبقى انا هنا خرجت برضو من ايه، من تاثير طول العينه. اذا كانت طول العينه طويله، احيانا في عندي مقاسين ستاندر لطول العين، الشد اللي هي المقاس الطول يبقى 5 اضعاف الديامتر، او الطول العينه الطويله تبقى 10 اضعاف الديامتر. طيب جميل. بعد ما بعمل الاسترين ده بيقول لي لينس ناقص لينس على لينس، يعني مليمتر على مليمتر، يبقى يونت لس. بس يبقى انا خرجت كده من ايه، من المتاهه بتاعت عينه طويله وعينه قصيره والكلام ده كله. طيب بعد ما عملت الحسبه دي، الجدول انا بص بقول لك الجدول دوت كان لود جيج لينس، هيتحول الى الجدول الجديد ده اللي هو هيبقى ايه، اللود هيتقسم على الكروس سكشن اريا الاصلي هيديني ايه، انجينيرنج ستريس. والجيج لينس الفرق بتاع الزياده في الطول ده هيتقسم على الطول الاصلي يديني الايه، الانجينيرنج سترين بيرسنت يعني في المية. ارسم الايه، التو كولوم الجداد دولت اللي هو الاستريس مع الانجينيرنج ستريس مع الانجينيرنج سترين، يديني الكيرف ده. يقول لي ما هو شكل الكيرف ده شبه، ها هو نفس ال... هو لا انا اقول لك هو الترند بتاعه شبه الكيرف الاولاني، لكن في فرق بينهم كبير او فرقين. الفرق الاولاني اللي هو الثاني لود ديسبليسمنت، ازاحه او استطاله او طول او زياده في الطول، هنا ده ستريس سترين، انجينيرنج ستريس انجينيرنج سترين، ومش داخل في الحته بتاعه الايه، اطوال العينه ولا الدايمتر بتاع العينه. طيب الكي فيتشر بقى لما اجي ارسم كيرف زي ده، تلاقوش احنا قدامنا يمكن مثلا ايه حاجه بسيطه، انا اخد بريك بس احمل الفيديو ونشوف الكي فيتشر هنا انا محتاج اعمل ايه. يقول لي لا ده انا محتاج ادور على حاجه اسمها بروبورشنال ليميت، محتاج اعرف على حاجه اسمها الالاستيك ليميت، محتاج اعرف حاجه اسمها بروف سترينث او الاوفست ييلد ستريس، محتاج اعرف الاسترين هاردنينج، محتاج اعرف الالتيميت تنسايل، محتاج اعرف نقطه النيكنج اللي هي الرقبه، محتاج اعرف التوتال سترين تو فيلير والمودولس اوف الاستيستي. كل دي نتائج بيديها لي اختبار الشد. وعشان نفهم النتائج ديت مكانها فين، لازم نروح لكيرف معمول لعينه واقعيه، ويقول لي الكيرف ده مرسوم ما بين الاستريس اللي هو الفرصه على الاريا الاوريجن اريا، والسترين اللي هو الزياده في الطول على الطول الاصلي. بيقول لي الكيرف دايما بيبدا ببدايه خط مستقيم كده، فبيسموا لغايه النقطه ديت بيسموها البروبورشنال ليميت، يعني في علاقه خطيه او تناسب ما بين الاستريس والسترين. الخط ده الخط دوت بيحسبوا منه حاجه اسمها المودولس اوف الاستيستي او يانجس مودلس، بانه بيجيب قيمه ايه، نقطتين كده، نقطه هنا ونقطه هنا، ياخد الفرق في الاسترس على الفرق في الاسترين، يقسم ده على ده، يديله قيمه الايه، اليانجس مودلس او المودلس اوف بلاستي. اول ما يوصل للنقطه ديت او النقطه اللي هي بيسموها نهايه العلاقه الخطيه ما بين الاسترس والاسترين، بيقول لي المنطقه دي اللي تحت الخط ده دي منطقه بتاعه الالاستيك ريجون. يعني ينزل بخط رأسي كده، هنشوفها بعد كده على كيرف تاني، يقول لي اللي قبل كده إلاستيك ريجون. يعني إيه إلاستيك ريجون؟ يقول لي يعني عامل الماء العينة هنا في الحالة ديت بتبقى زي الإيه؟ الإلاستيك بتاع الإيه اللي بيربطوا بيه الفلوس ده. لو شال اللود ترجع للإيه؟ للأوريجينال دايمنشن بتاعتها زي ما كانت، وما فيش حاجة تحصل فيها استطالة دايمة. هترجع تاني للشكل الأصلي. لكن وانس إن هي عدت النقطة الإيه؟ المنطقة الإلاستيك دي تدخل في منطقة تانية اسمها البلاستيك ريجون، منطقة التشكل اللدن اللي هو يبقى فيها تشكل دائم، لكن مش تشكل دائم بكل ده، في جزء منه هيبقى ارتداد مرن اللي هو بيسموه السبرينج باك ارتداد مرن. طيب هنا بقى في النقطة دي مش علاقة خطية، ده علاقة كيرف كده، وكل ما زود الايه الزيادة بأثر بطول بأثر عشان أحرك العينة أو أطول العينة زيادة بشد العينة أكتر، ببص الاقي محتاج الاسترس إيه يزيد،
فالحته دي بتبقى كيرف كده، فبيسموها ايه منطقه الورك هاردنينج او السترين هاردنينج. يحصل هاردنينج، مقاومه العينه تزيد نتيجه السترين اللي بيحصل عليها والتشكل اللي بيحصل فيها. الكيرف خلي بالك معايا يعني دقيقتين كده ونخلص شرح الكيرف، يقول لي يفضل الستريس يزيد 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 لغايه نقطه هنا ماكسيمم عند الالتيميت تنسايل سترينث. خلي بالك بقى معايا من النقطه دي، لان النقطه دي هي اللي بتاكد الكلام اللي قلناه في الاول ان انا ما باثرش بلود. يقول لي وببص الاقي اللود سيل بعد النقطه دي، النقطه دي بدايه ظهور الرقبه في العينه عند الماكسيمم لود ده او ماكسيمم ستريس، بدايه ظهور الرقبه في العينه. وبعدين يقول لي الاستريس يبدا يقل 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 لغايه ما العينه تتكسر عند نقطه. اقول له معنى كده ان المكنه مفيش مكنه هتتحكم، ولو هي بتاثر بلود ياكد بقى الكلام اللي قلناه، لو هي المكنه بتاثر بلود على العينه ده بتشد العينه، معقوله هتوصل لماكسيمم لود وبعدين تقول له العينه بقى ضعفت ولا مش عارف ايه، يعني نقلل اللود شويه، ابص الاقي اللود يقل كده وبعدين العينه تتكسر في لود اقل. قول لي لا، يبقى المقياس اللود سيل اللي بتقيس ما بتقيسش حاجه العينه هي اللي بتابلاي لود، لا ده بتقيس مقاومه الايه العينه. وفعلا لما بيحصل نيكينج او بيحصل رقبه في العينه عند الماكسيمم البوينت ديت اللي التيميت تنسايل سترينث او ماكسيمم ستريس، العينه بتضعف وما بتقاومش مقاومه كبيره، فبص الاقي ايه المقاومه بتاعتها ايه بتقل كده لغايه ما تتكسر. هاخد دقيقه على الكيرف ده كده اهو، ده الكيرف اللي ناتج. اروح بس اشوف الايه اللي كان رافع ايديه وكان عاوز يسال. نعم، مين اللي كان عاوز يسأل؟ خلاص خالد، السلايد مفتوح قدامك يا خالد، قصدي لا المايك، اتفضل افتح المايك وقول يا خالد. خالد دوس على المايك عشان يفتح، اتفضل. دكتور حضرتك سامعني كده؟ ايوه تمام. هو انا كان عندي بس سؤال، هو حضرتك كنت بتتكلم على حته العينه ان ليها مواصفات قياسيه برضو، طب هو احنا اصلا بنبقى عايزين نعمل تيست على العينه، طب هيبقى ليه ليها مواصفات؟ احنا عايزين نشوف على العينه دي المواصفات بتاعتها بتظبطها ازاي. لا 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 مواصفات، بص لو رحت السلايد بتاع المواصفات بتاعت العينه انا كاتب ايه، الدن 50 125 التنسايل تيست سبيسمنت بين قوسين الجيومتري يا واللينز. مش المواصفات، مش الخواص، لا خلي بالك خلي بالك. الكلام المصطلح هنا يفرق، انا بقول شكل العينه الجيومتري بتاع العينه والدايمنشن بتاعتها. شكل العينه اذا كانت اسطوانيه بيسموها دوج بون، اللي هي عامله زي ايه عظمه الكلب اللي بيلعب بيها الكلب دي، بتبقى تخينه من الطرفين والقطر صغير في الحته اللي في النص، او عينه فلات بتبقى عريضه شويه من الطرفين والعرض بتاعها بيبقى قليل في النص، لكن ما بقولش خواص العينه. او نعرف اذا كنت انا مش عارف الخامه بالزبط. انا ممكن اعمل العينه دي من النحاس، اعملها من الالومنيوم، اعملها من الستيل او من الستانل ستيل، لكن المواصفه بتقول لي ده دن 50 125 بتديني الجيومتري والابعاد. تمام. جورج رأفت، اتفضل يا جورج. انت جورج عندك المايك مفتوح؟ لا ثواني، اتفضل يا جورج. جورج رافت. استاذ حضرتك يا دكتور، انا لسه لحد دلوقتي مش فاهم الشرطه اللي هي بتاعت اللي هو في جزء ثالث، حضرتك قلت برضو في حاجه في جزء خامس منها، انا لسه برضو مش فاهم الحته دي. لا قول تاني، بتقول ايه؟ مواصفات القياسيه بنلاقي مثلا رقم مكتوب وجنبيه شرطه 2 او شرطه 5. المواصفه نفسها، رقم المواصفه ده يعني يقول لك ايه، يجيب كتاب مثلا مرجع
والمرجع ده يقول لك ايه زي الاستراكشر اند بروبرتيز، يقول لك مثلا الكتاب ده خمس اجزاء، جزء اول بيتكلم على المواد المعدنيه، جزء اتنين بيتكلم على المواد البلاستيكيه او البوليمر، جزء ثلاثه بيتكلم على الحاجات السيراميك، جزء اربعه بيتكلم على الكومبوزيت، واخد بالك؟ فالمواصفه ليها نفس الرقم لانها بتتكلم على ماكينات الصلاده بطريقه معينه. ففي جزء اول معناها الجزء الاول ده بيتكلم على ايه؟ شكل عينه الصلاده. الجزء الثاني الخطوات اللي بيجري بيها اختبار الصلاده. الجزء الثالث ازاي اتحقق او اتاكد من ان مكنه الصلاده دي بتقيس اللود صح او بتقيس الايه الصلاده صح. فنفس المواصفه ليها اجزاء مختلفه. تمام، يعني كل ده عشان يوصل ان فعلا يتاكد ان المنتج ده مطابق للمواصفات القياسيه، ان هو بيجري الاختبار ده، لو هو بيجري الاختبار ده بطريقه سليمه. هو هنا المثال اللي هو في السلايد دوت ده اختبار الصلاده بطريقه شاربي او بطريقه مش عارف ايه للمواد المعدنيه، ومدي اجزاء مختلفه من الايه المواصفه. يمكن زمان لان هم لما عملنا المواصفه دي على الاغلفه لقينا بعض الاغلفه مكتوب مثلا زي الاغلفه بتاعه البسكوت مكتوب عليها ميم كاف ميم 416 شرطه واحد. فشرطه واحد دي معناها الجزء الاول من المواصفه، في عندي مواصفه 416 اكتر من جزء، فالجزء الاول ده شرطه واحد، يبقى معنى كده بيديني دلاله ان في جزء تاني وقد يكون في جزء تالت انا ما اعرفش. وفي بعض زمايلكم لقوا على بعض الاغلفه مكتوب ايه ميم كاف ميم رقم وبعدين جزء واحد او جزء واحد، فكتب بدل الشرطه جزء عشان يقول ان في دي جزء الاول من المواصفه. اوكي يا جورج؟ تمام، شكرا جدا يا دكتور. العفو يا جورج. جورج رأفت، في عمر مصطفى، ما اعرفش بقى عمر عنده. اوكي انا افتح المايك كده هتعطلون على الفيديو. عمر مصطفى اتفضل يا عمر. كليك على المايك وهو هيفتح معاك يا عمر. اوكي، يبقى احنا هنا كده حللنا النتائج اللي طلعت، عملنا لها اناليسز ورسمناها في صورة دياجرام. الدياجرام دوت اللي هو بيسميه انجينيرنج ستريس انجينيرنج سترين كيرف، ناتج من ايه؟ تنسايل انجينيرنج ستريس انجينيرنج سترين، ناتج من اختبار الشكل. حابب انا اقول هنا ان هو بعد كده اليلد ستريس والمودلس اوف الاستيستي، فبيقول لي اليلد ستريس فين؟ لا انا هاجل اليلد ستريس والمودلس اوف الاستيستي واروح على كيرف بالشكل ده. بعض العينات وانتوا يمكن هتشوفوا الحكايه ديت في التجارب، يعني هنعمل تجربتين، تجربه على عينه من الكربون ستيل او الستيل، وتجربه على الكاست اير. الكيرف بتاع عينه الكربون ستيل هيطلع الخط الاول اللي هو الالاستيك هيطلع كده يوصل لحته عاليه وبعدين يبتدي يقل ويبتدي ايه يطلع نازل كده يعمل ايه يعني حرق تذبذب كده عند قيمه لود يعني ايه معينه كده، وبعدين يبتدي ايه يزيد تاني. المنطقه دي بنسميها نقطه الخضوع، دي اللي فوق دي الابر ييلد بوينت نقطه الخضوع العليا، واللي تحت دي بنسميها اللور ييلد بوينت. فبناخد الايه النقطه اللي فيها تذبذب دي هي دي نقطه الايه بنسميها السيجما ييلد اليلد سترينث للخامه بتاعت العينه دي. طيب هو عشان هو كربون ستيل يعني هو لو جبنا ماده طريه اكتر ممكن يحصل يلد كده؟ اقول لك لا. ولو سمحت اكتب السؤال ده عندك، لماذا تظهر ظاهره اليلد او ظاهره الخضوع بالكربون ستيل فقط؟
هو ده السؤال اللي عاوز الناس اللي عنده يعني رغبه يبقى يدور عليه، لانه بيقول لي في مواد تانية اختبار الشد بتاعها بيجي عند نهايه الخط البروبورشنال ده او الخط المستقيم، وابص الاقي بيبدا يتحول الى كيرف من غير ما يظهر ظاهره اليلد دي. فهنا ما قدرش حدد نقطه اليلد، فقالوا العلماء عملوا تجارب كتير وقالوا ان تقريبا اليلد دوت بيحصل عند قيمه سترين محدده كده، فقاموا واخدين من على الستريس سترين كيرف مسافه وقاموا طالعين موازي للخط المستقيم اللي في بدايه الكيرف، وقطعوا الكيرف في نقطه قالوا دوت مناظر لنقطه اليلد، بس مش هنسميها يلد لان ما فيش يلد صريح في الكيرف، فسموها ال 0.2% بروف ستريس. البروف ستريس المكافئ لليلد اللي بيحصل عند 2% سترين توتال سترين في العينه. ارجو ان النقطه ديت وموضع السؤال ده نحاول ان احنا ندور عليه ونلاقيه. يقول لي طبعا طيب شكل الكسر بتاع العينه هل اقدر استفيد منه؟ اقول لك كل ناتج او كل حاجه بتنتج من الاختبار لازم نستفيد منها. فبيقول المودريتلي داكتايل العينات اللي هي زي الكربون ستيل والستانلس ستيل والحاجات ديت ممكن تعمل كسر بالشكل ده، بيسموها ايه كاب اند كون، وهنشوف عينه نموذج لهذا الموضوع ده. استطاله او سترين او داكتيليتي متوسطه شويه. بعض العينات اللي هي بتبقى داكتايل او زي الالومنيوم البيور الومنيوم والبيور كوبر اللي هو النحاس النقي والالومنيوم النقي والحاجات دي ممكن تتكسر على هيئه يعني حاجه كده نقطه مدببه، لكن بتفضل يقل الدايمتر بتقل الدايمتر لغايه ما تبقى نقطه مدببه كده، فدي بتدي داكتيليتي عاليه. وفي نقص طبعا في الايه؟ في الكروس سكشن اريا، وفي نقص هنا في الكروس سكشن اريا عند منطقه الكسر مختلفه عن الايه؟ الكروس سكشن اريا على بقيه الطول بتاع العينه. الحاله الثالثه اللي هو البريتل ماتيريال زي الكاست ايرن، وحتى الدكتايل كاست ايرن، وحد يقول لي الدكتايل كاست ايرن هيبقى الكسر بتاعه عامل مدبب زي دوت ولا زي ده، لا 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 ما بيحصلش فيه نيكنج خالص. هو بيحصل نقص في الديامتر بتاع العينه على طول العينه، وبعدين يتكسر برضه ايه؟ كسر كده يعني يبدو ان هو كسر عمودي على محور العينه، فبيسموه بريتل فراكشر. لغايه كده وهذا هو الصوره لعينات. فعلا ابص الاقي العينه اللي هي الدكتايل ماتيريال بتظهر ظاهره النيكينج او الرقبه ونقص في المقطع في الكروس سكشن اريا في المنطقه في التلت الوسطاني كده، وبقيه العينه بيبقى قطرها اكبر شويه مش اللي عند الاطراف، لا الاطراف دي ملوظه زي ما هي فيها ثريد كده زي ما هي، وبعدين بتتكسر في الحته بتاعت الايه في نص الرقبه. ده الدكتايل ماتيريال. لكن البريتل ماتيريال زي ما احنا شايفين كده جيري كاست اير دكتايل كاست اير مش عارف ماليا كل الكلام ده بيتكسر كسر كده ايه عمودي كان مفيش نقص مفيش رقبة مفيش ظاهرة النيكينج في العينة أساسا. طيب لغاية كده حد عنده سؤال؟ عاوز أنا أنهي باتنين سلايد كده كويسين محترمين عشان محدش يتلخبط. يبقى الدكتيليتي هنا ممكن اقيسها بطريقتين. الطريقه الاولانيه ان انا بقول الدكتيليتي المعيار او المقياس ان انا بتاع الدكتيليتي الماده دي دكتيل ولا لا، ان انا ممكن اعمل ايه؟ اشوف الفرق في طول العينه طول النهائي ناقص الطول الاصلي على الطول الاصلي الاوريجينال لينس اضربه في 100 يديني الايه؟ الالونجيشن بيزد على اللينس. وممكن اجيبه عن طريق الاريا، اقول الاريا الاصليه ناقص الاريا النهائيه على الاريا الاصليه
في المية يديني الريدكشن ان اريا، يبقى ده معيار برضو على الايه الدكتيلتي. قول لي طب يعني ايه الدليل على كده؟ اقول له الدليل اهو، لو هي المادة دكتايل اساسا هتزيد في الطول والقطر بتاعها يقل، لو هي نص دكتايل هيبقى برضو تزيد في الطول شوية والقطر بتاعها يقل ايه مع بنسبة مديريت يعني كده ايه يعني متوسط. لكن لو هي بريتل مش هينقص الطول القطر بتاعها، مش هينقص الايه الاريا بتاعتها، والطول هيزيد حتى لو الطول زاد حتة، لكن المقطع شكل المقطع نفسه ايه ما هواش في دكتيلتي. دي حاجة. الحاجة التانية، الدلالة التانية اللي ممكن اشوفها من على الكيرف، ابص على الكيرف كده اقول له ايه الكيرف، التلاتة كيرف دولت واحد منهم الاسترنس بتاعه عالي قوي، وايه ابتدى بعد الالاستيك دخل في البلاستيك حتى صغير كده ودب ام اتكسر، لا فيلد ولا في استطالة كبيرة. المتوسط ده اللي هو باللون الاخضر طلع برضو كده الاستيك وما ادهاش يلد صريح، لكن ابتدى الكيرف كده ولكن ادى استطالة كتيرة شوية عن الكيرف الازرق الاولاني. الكيرف الثالث بقى ما جابش ستريس عالي، ده ستريس قليل كده وفضل ماشي استطالة طويلة جدا وبعدين كسر، ده سمول تافنس وده كيرف معب يعني بيمثل عينة من البوليمر الحاجات البلاستيك. اللي في النص دوت ده لارج تافنس وميتال يعبر عن بعض المواد المعدنية والبوليمر ماتريكس كومبوزيت. الكيرف الازرق الصغير ده هو الستريس بتاعه اعلى لكن الدكتيلتي بتاعته قليله جدا، فده بيبقى سمول تافنس، وهنعرف التافنس اللي هي الايه الاستاتيك تافنس، وعامل زي الايه السيراميك. طيب ايه تاني؟ احنا خدنا شكل مقطع الكسر، المقاسات بتاع العينه بعد الكسر، وال ظاهرة الايه اليلد والفينومينا بتاعت اليلد. الكيرف ده ببساطة جدا بيعبر عن اجراء اختبار الشد. في موضع سؤال هنا يقول لي اجراء اختبار الشد لما في درجات الحرارة المنخفضة، الروم تمبريتشر ايه 25 درجة مئوية، اللو تمبريتشر ناقص 100 درجة مئوية. يعني ممكن يستخدم ليكويد نيتروجين بنسب خلط معينه كده مع غاز تاني ويخلي الاختبار جوه شامبر كده او غرفه مغلقه حوالين العينه، وتبقى الجو جوه العينه جوه الغرفه ديت ناقص 100 درجه مئويه. ابص الاقي الاستريس يزيد شويه، الكيرف طالع بالاستريس يزيد شويه لكن الدكتيلتي مالها تقل. هنا الكيرف الاحمر اللي في الاول خالص دوت ده عامله البتاع العينه مغطسه في ليكويد نيتروجين عند ناقص 196 ولا حاجه، ناقص 196 هو مقربها لغايه ناقص 200 عشان تبان الفرق، فما ادتش سترين خالص، ده اكن العينه تحولت الى بريتل زي السيراميك كده، وزاد الاسترنس بتاعها قوي لكن الدكتيلتي بتاعتها ضعيفه جدا قليله جدا. السؤال هنا على نفس الكيرف دوت، لو انا عملت اختبار في درجة حرارة اعلى زائد 100 يعني في الشامبر ده الغرفة المغلقة حوالين العينة بدل ناقص 100 بدل ما دخلها الليكويد نيتروجين اعمل سخان كده يسخن درجة الحرارة بتاعت الغرفة دي تخليها زائد 100، الكيرف هيترسم فين؟ تحت دولت ولا فوق حاجة منهم؟ طيب نكتفي بالاثنين اللي رافعين ايديهم لان هما الاثنين ايه المايك بتاعهم مفتوح. اتفضل يا محمود. محمد، هو التاثير هيكون ممكن ينزل شويه بس اللي هياثر جامد لما يوصل لدرجه حراره ريكريستاليزيشن تمبريتشر. صوتي وصل؟ انت متاثر بعمليه التشكيل. لا لا لا، انا سؤالي عند درجه حراره 100. ما قلتش انا ان هو يوصل لدرجه حراره الري كريستاليزيشن تمبريتشر.
يعني انت بتقول ان الكيرف، رايك ان الكيرف هيترسم تحت الروم تمبريتشر كده، انا ماشي بالسهم اقف فين، اقف كده ولا ايه؟ يعني شويه بعد ال شويه كمان يعني انت كده بربع جنيه مثلا ولا حاجه، يعني الاسترين هيزيد والاسترس هيقل عن الروم تمبريتشر. اشكرك يا محمد. خالد، هو انا خلاص بقى يعني كنت هقول نفس هو كلام. انا كنت هقول نفس الحاجه. طيب جورج مجلي، وانا كنت هقول نفس الكلام ان الدكتوريتي بتزيد لما درجه الحراره تزيد فهيبقى استرين كبير. بس يمكن انتوا كنتوا يعني واخدين المعلومه على ان الدكتيليتي هتزيد مع درجه الحراره مرتفعه، لكن عارفين الاسترنس لازم يقل. هنا بقى النقطه ان بنربط الايه الحاجات مع بعضيها او المكررات مع بعضها. لما ارفع درجه الحراره، ما احنا فاكرين في الترم الاول كنا بنقول 151، انا برفع درجه الحراره لو دخلت في درجه حراره معينه في منطقه معينه للكربون ستيل مثلا في الجاما ريجون، كان بيقول لي ده في تحول، مش زي ما زميلك خالد بيقول ان هو هيتحول عند درجه حراره الريكريستاليزيشن، لا ده انا بدخل في مجال الجاما ريجون. فاكرين الجاما ريجون كان بيعمل ايه؟ تحول في الكريستال ستراكشر، بدل بادي سنتر كيوب يبتدي يتحول الى فيس سنتر كيوب، ويبتدي يتحول الى ماده داكتايل، والفورس اللي يحتاجها يبقى ايه اقل في التشكيل وهكذا. لكن انا ما بتكلمش على ما وصلتش لدرجه الحراره ديت، لكن بقول ان هو انا بقول ايه ان عندي ناقص 100 وروم تمبريتشر، طب لو زائد 100 لا هتقل بقى تحت كده شويه، الاسترس يقل والدكتيليتي ايه تزيد شويه. انا هكتفي بكده في هذه السلايد، واروح بس احمل الايه الفيديو عشان نشوفه. هنشوف السلايد ديت، لان السلايد دي بتقول لي دي انواع المختلفه من السبرينج ستيل، الهارد ستيل، الماشين ستيل، الاستراكشر ستيل، والسوفت ستيل. نلاحظ ايه؟ حد لقط حاجه كده؟ اختلاف الكربون هو اللي بيغير طبيعه الستيل يعني. لا انا بتكلم هنا اللي هو بيقول لي ده ستريس، انجينيرنج ستريس، انجينيرنج سترين اهو، والانواع المختلفه من الايه من الستيل، من الالوي ستيل، سبرينج ستيل، هارد ستيل وهكذا. ف مين اللي كان بيتكلم؟ بس انا ما ظهرش قدامي. اول اسامه ها حسام، اول واحد كان بيتكلم. اوكي حسام بيقول ان هو عمر اسامه. اوكي اختلاف ما هو هنا مش كربون بس، لان دول كلهم مش كربون ستيل. اسمع محمد نزل ايدي. طيب احمد محمود حامد نفتح المايك. الو ايوه قول اتفضل. هو هنا ان كل نسبه الكربون بتزيد كل ما مرحله الالاستيك بتزيد. سامعك يعني انت بتقول ما الكربون هيرفع زياده الكربون لغايه هنا، ممكن اقول لك زياده الكربون، لكن دولت نوعين تانيين من الايه من الالوي ستيل، سبرينج ستيل والهارد ستيل، دولت نوعين مش كربون ستيل بس. لسه برضو الحاجه اللي انا عاوز اسمعها ما سمعتهاش. اللي بعده احمد محمود، خلاص احمد محمود قال. علي محمد عبد العزيز نفتح المايك. لا ده انا قفلت عليك علي محمد. كان المايك بتاعك مفتوح، اتفضل. قال له مايك. طيب اقولها انا عشان الوقت. نعم حد يقول حاجه؟ زياده التريتمنت يا دكتور، هو ممكن يكون بيورينا المثلث بتاع الاستراكشن ازاي البروسيسنج او الكومبوزيشن بيأثر على الـ على البروبرتيز بتاعه الماده بشكل عام. انهي بروبرتيز؟ انت ماشي، انت بتتكلم على فعلا انهي بروبرتيز بقى؟ لازم تقول لي حاجه، لازم تقول لي حاجه. الكيرف ده لا ما اسيبه لكم بقى تفكروا فيه ونتقابل المره الجايه. يلا عشان اروح اشغل حد هيقول حاجه من اللي رافعين ايديهم.
ممكن اقول حاجه يا دكتور؟ هو الهيت تريتمنت دكتور ممكن هو كل الفرق الايه الهيت تريتمنت. لا 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 انا عاوز حاجه من الفجر اللي قدامي ده، انا مش هدخل هو بقى اللي انا ممكن بس اقول يعني اللي انا شايفه ان احنا كل ما بنزود نسبه الكربون الاستريس هو بيتحمل الاستريس اكتر بس الاسترين بيقل. لا 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 على فكره هو مش مكمل الكيرف، لا الكيرف ده ممتد كده شويه. لا 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 انا بس مش مكمل الكيرف. تمام انا مش مكمل الكيرف لان مش ممكن يكون السوفت ستيل يقف هنا الكيرف يقف هنا يعني. لا 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 الهارد ستيل يقف هنا يدي استرين اكتر من السوفت ستيل. لا برضو ما لقطهاش. طيب خلاص انا هاجل بقى، حد هيقول حاجه تانية من اللي رافعين ايديهم؟ السترينث بيزيد لما ازيد هو انا هنا ممكن. مين اللي بيتكلم، علي ولا محمود؟ انا كنت بقول السترينث بيزيد كل ما زيد نسبه الكربون. انا المره اللي فاتت نزلت ايدي بالغلط. طيب لا 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 ما برضو ما لقطتوش الحته الثانيه. اوكي ممكن اليلد سترينث يا دكتور، اليلد سترينث هي اللي بتتغير لما يعني بخش في قيمه التحول من الالاستيك للبلاستيك بترتفع. بترتفع كده نقطه التحول من الالاستيك للبلاستيك بترتفع. تمام ايه تاني؟ والدكتيليتي برضو بتاعت الماده الدكتيليتي مش باينه عندي لان انا مش راسم الكيرف بالكامل. تمام اوكي ممكن الاستريس اللي هيعتمد على نسبه الكربون لان 6/10 برضو في الهارد ستيل اعلى من في الاستريس من الماشين. طيب ما ده اللي قاله زميلك، قال ان هو نسبه الكربون ممكن تاثر في التغير من الالاستيك ريجون الى البلاستيك ريجون. اوكي طيب هنسيب الحته ديت وبعدين نقولها المره الجايه. انا هقفل الايه قبل ما اقفل دوت في حاجه بس صغيره كده لازم نشوفها هنا. لا دوت اهو الكيرف هنا مقسمينه بقى، دي منطقه الالاستيك بيهافير اللي هي لغايه بعد الخط المستقيم بشويه كده اللي يحصل لو شلت اللود يرجع تاني. وبعدين عرض هو الحته دي بتاعت اليلد، فدي منطقه اليلد، لكن منطقه اليلد بدات بيها منطقه البلاستيك ديفورميشن، كل ده بلاستيك ديفورميشن. دخل في بعد اليلد دخل في منطقه اللي هي الاسترين هاردنينج، عشان كده احنا رسمين الكيرف باكتر من طريقه وجايبين اكتر من يعني تمثيل للكيرف بتاع الشد لانه اهميته كبيره جدا. فالمنطقه دي الاسترين هاردنج كل ما بزود الاسترين اللي في العينه يزيد الايه تزيد مقاومتها لغايه ما توصل للالتيميت. منطقه الالتيميت دي بعديها بيحصل النيكينج وبعدين بيحصل الايه الكسر. هقف هنا وهنقفل هذا الايه الشيرنج فايل. نروح بس نقفله من هناك الاول. عشان اعمل شيرنج فايل تاني. بعدين سيف. بسرعة.
شايفين الفيديو؟ يا دكتور هو الفيديو مش شغال. كده اشتغل. لسه برضه يا دكتور. لسه يا دكتور برضه مش ظاهر. اوكي خليكم معايا ثواني. أنا بدأته من جديد، ظهر ولا لسه؟ لا برضه دكتور، هو كل اللي ظاهر الصفحة اللي فيها الفيديوهات كلها، مش ظاهر الفيديو نفسه مش شغال. لا حالي علي صوتك شوية، اللي ظاهر إيه؟ يعني الصفحة نفسها اللي فيها الفيديوهات، الفيديو نفسه مش شغال. طيب ثواني. ظهر؟ لا برضه. لسه برضه يا دكتور. هو حضرتك يا دكتور ممكن تجرب تفتح الفيديو الأول وبعدين تعمل شير للسكرين، أعتقد ممكن أنا عملت كده في الأول برضه ما برضه؟ طيب.
لسه برضه دكتور. لا لا انا هاجل الفيديو بقى المره دي لان لازم اجربه الاول على حاجه، لكن نرجع. وانا شغلته بكذا طريقه، هجرب محاوله كمان، مش بياخد وقت كتير، لكن ستوب شيرينج وبعدين شير كونتنت. ما فيش اي ريسبونس، ما يبقى ما ظهرش لسه. خلاص انا هلغي، ابعت لكم اللينك بتاعه وممكن تنزلوه من على ال. سامعني؟ ايوه دكتور. هبعت لكم اللينك بتاعه عن طريق عبد الله، وانتم ممكن تنزلوه من على اليوتيوب وتتفرجوا عليه، لان هو الفيديو دوت بيدي فيديو لعينتين، عينة فيها ييلد فينومينا وعينة تانية ما فيهاش ييلد فينومينا، نوعين من انواع الايه الستيل، لكن بيوضح فيهم الايه الانجينيرنج ستريس في الاخر والانجينيرنج سترين، وان كان هو مستخدم بعض الايه الاكسبريشن او بعض الرموز مختلفة شوية عن اللي احنا بنستخدمها للستريس والسترين واللود والديامتر وكده. اوكي، في ثلاثة رافعين ايديهم، اعتقد ان هم نبدا بعلي محمد على ما افتح للايه المايك للاثنين التانيين. اتفضل يا علي. ليش يا دكتور عندي سؤال، هو احنا بنهتم اكتر بالانجينيرنج كيرف او الانجينيرنج ستريس، ولا برضو بنحط في اعتبارنا الترو ستريس والترو سترين وكده؟ لا تستبق الاحداث، خلينا نعدي المحاضره المحاضرة الأولانية دي على خير لأن إحنا بأنك أنت بقى جرتنا لهذا الكلام. أنا لسه بنقول اختبار الشد جميل وبسيط وبيحتاج عينة واحدة يديني كيرف كامل وبيديني معلومات كتير وبطلع منه نتائج كتير، كفايه كده لغايه المحاضره الاولى. اوكي، لكن من اسمه بيقول لي ان الانجينير او المهندسين عموما، وانا شخصيا بميل للراي دوت، ان انا شخصيا بحب الانجينيرنج ستريس والانجينيرنج سترين، علشان من اخر فيجر انا قفلت الفايل، اخر فيجر انا قسمته ايه، منطقه الالاستيك، منطقة اليلد، منطقة الباقية كلها بلاستيك، وقسمتها إلى منطقتين السترين هاردنينج ونقطة النيكينج عند الماكسيمم، وبعد كده النقطة اللي بعد المنطقة اللي بعد كده ظاهرة النيكينج وزيادة الإيه الرقبة لغاية الكسر. ده في رأي تاني وأهم بقى، إن هو بيقول لي إن أنا التخصصات المختلفة أو العمليات اللي بالتصنيع المختلفة اللي بتتم على الخامات
او الناس اللي بالمهندسين بيقسموا الكيرف ده الى ثلاث مناطق. يسموا المنطقه الاولانيه اللي هي منطقه الالاستيك دي منطقه مهندسين التصميم، بيصمموا الاجزاء الميكانيكيه والاجزاء الماكينات والمنشآت وكلها في الحته بتاعه الالاستيك، وما بيوصلش للماكسيمم بوينت اللي هي اقصى نقطه في الخط ده، بيقسم على سيفتي فاكتور عشان يستخدم لود اقل. فدي منطقه التصميم. المنطقه الثانيه منطقه التشكيل اللي هي بيتم فيها تشكل ونيكينج وبتاع، دي بيهتموا بيها المهندسين بتوع عمليات التصنيع بتوع التشكيل. مش هنقف لغايه كده، ده بيقول لك لا ده في اكتر من كده. الناس اللي هم بتوع عمليات التشغيل بيهتموا بالمنطقه اللي بعد النيكينج. يعني عينه واحده اختبار واحد هياخد مثلا على المكنه 7 8 دقائق ويطلع لي الكيرف، اطلع احسب منه اطلع النتائج قد كده. وكمان بيحصر لي البيهيفير بتاع الماده او الخامه ديت واهتمام ثلاثة كاتيجوري من المهندسين. اهتمام المهندسين بتوع تصميم الماكينات، تصميم الأجزاء الميكانيكية، المهندسين بتوع عمليات التشكيل المعادن، والمهندسين اللي بيشتغلوا في عمليات تشغيل المعادن. تخيل بقى، عاوز أكتر من كده؟ فيكفي قوي ان لهذا، وانا مميل اكتر ان انا لان الانجينيرنج ستريس، انجينيرنج سترين كيرف اللي ناتج من عمليه الشد بقى مفهوم وليه معنى وليه مضمون. في ناس تانية مهتمه بال الترو ستريس ترو سترين، لكن دول بقى ناس اللي شغالين في الابحاث وشغالين في حاجات معينه، لكن ما بيقدرش يقسم الكيرف بتاع الترو ستريس ترو سترين الى هذه المناطق المحدده في الانجينيرنج ستريس انجينيرنج سترين. ويكفي هذا المقدار من الكلام. احمد منصور دكتور، في يعني الجراف بتاع الستريس سترين اللي كنت حضرتك جايبه كان من شويه اللي كان فيه كذا نوع ستيل، فممكن حاجه اللي كنت حضرتك عايز تسمعها ان هي كلهم يعني ليهم نفس الالاستيك موديلس. بس برافو عليك احمد منصور بمعنى ايه؟ ان هو دايما في التصميم عندكم يقول ايه ان اليانجس مودلس 2100 جيجا باسكال للستيل او 210 جيجا باسكال، انا مش فاكر يعني في حاجه في صفر او ناقص صفر، لكن هو في الحدود دي 210 جيجا باسكال. 210 في 10 اس 6 ميجا في 10 اس 3 ميجا باسكال، هو خط واحد، فبالتالي ده مش مرتبط ب عملية الاختبار نفسه أو النسبة مش عارف إيه، لا ده ده خاصية في المادة نفسها. أحمد منصور أشكرك. في أحمد محمود كان رافع إيديه، وفي ناس بترفع إيديها جديدة بقى. ها أحمد، أحمد محمد، يا دكتور اتفضل. أنا بس كنت عاوز حضرتك تديني بس برميشن عشان أنا أعرض الفيديو. الفيديو أنا فتحته خلاص على اليوتيوب، يعني أنا رفعته من ساعة ما حضرتك، يعني ما اتفتحش من عندك يعني. والله طيب ثواني أحمد، هتلاقي حضرتك في أنا أحمد محمد لبيب. أحمد محمد لبيب، تمام. هتلاقي حضرتك في اوبشن ان حضرتك تديني برميشن ان انا اشير حاجه من عندي. اللاو كاميرا، لا مش كاميرا، مش كاميرا، يبقى لازم معلش دوت في ال في الحته الاولانيه بتاعه ريبريزنتر، فلازم احطك انت كمان ريبريزنتر، ودي بره ثواني، دي في الاوبشن، الاوبشن بتاعت البرنامج نفسه. لا صعب دلوقتي ان احنا نعمل هذا الايه الاوبشن، لازم اخرج ايه
من الحته دي عشان اروح للاوبشن بتاعت الميتنج. يا دكتور ما حضرتك قلت هتبعته لعبد الله يعني ونتفرج عليه يعني، فمش ما انا هبعت لكم اللينك. لا انت ممكن تعمل حاجه، انت احمد لبيب ابعت اللينك بتاع الفيديو دوت لعبد الله المات اللي هو المندوب الدفعه، وهو يبعته لكم كلكم او تبعته للجروب كله، مفيش مشكله. تمام يا دكتور، انا رافع ايدي من قبل ما حضرتك تقول انك هتبعت اللينك. عامه اللي هيكتب تنسايل تيست على اليوتيوب هو اول فيديو ومدته 8 دقائق 59 ثانيه، وهبعت اللينك برضه بالظبط كده. هو نفسه انا كنت عمال بدور فيه، انا اتلخبط ثواني هبعته. اوكي 9 دقائق بالظبط. لا هو فيديو لذيذ جدا، وعلى فكره ده معمول في معلومه مهمه جدا. الشركه اللي عاملاها شركه تعليميه او بتاعت وسائل تعليميه المانيه، هتلاقي الشاب دوت اللي لابس بنطلون جينز وتيشيرت كده وبلوفر احمر، ده بيطلع في كذا فيديو، ده نجم ده في الفيديوهات بتاعت عمليات الاختبار. كان هاجر وجورج رأفت. أنا بعت يا دكتور اللينك. أشكرك جدا. دكتور حضرتك هو السلايدز هتترفع على تيمز؟ لا، على الويب سايت بتاع المقرر. طب يعني مفيش حاجة هتترفع على تيمز؟ عشان أنا مش موجودة في التيم، وبعت للأدفايزر كمان وقال لي إن المفروض الدكتور هو اللي يدخلك التيم، مش مشكلة مش من عند الأدفايزر. والله انا ما بدخلش. لا انت دلوقتي سمعانا صوت وصوره. ايوه بس انا داخله من على لينك، لكن انا في التيم نفسه انا مش ممبر في التيم. لا حكايه ممبر في التيم، انا لا بصي انا في حاجات بروفيشنال فيها فبعملها كويس. الحته بتاعت الممبر في التيم ومش دي انا مش بروفيشنال فيها، فانا ما اقدرش. تمام يا دكتور، لحالة ان هذا الموضوع انا مش برفع الحاجات على المايكروسوفت تيم، انا برفعها على الويب سايت بتاع المقرر، وده كلكم ليكوا اكسس عليه. اوكي، في حد تاني؟ خلاص يبقى جورج رأفت لو ما عندكش سؤال اتفضل يا رأفت. جورج عايز اعرف بس التيم اللي هيسلم الريبورت مكون من كام واحد؟ لا ما تستعجلش الامور، احنا لسه بادئين يا راجل، ده احنا في اول اسبوع. حد بيعمل كده عشان بس انا في اول اسبوع قدامي. احنا لسه يعني انا والزملاء اللي هم بتوع الهيئه المعاونه كنا بنفكر في حاجه كده، فكان لسه يعني ما اتفقناش، ولما نتفق هنقول لكم ما تقلقوش. اوكي جورج رأفت خلاص. في حد تاني رفع ايدي؟ احمد محمد لبيب خلاص يا احمد، ولا عندك رأي حاجة تانية؟ اوكي اذا كان كده يبقى احنا تقريبا خلصنا كده معاد المحاضرة، يعني on time زي ما بيقولوا، ها on time. اشكركم وارجو ان انا بعد يعني بعد شويه كده في حاجه اعملها، وبعدين هرفع الحاجات دي هظبط فيها حاجه، وبعدين ارفعها على الموقع بتاع المقرر MDB 152. بشكركم جميعا، وارجو لو في حد عنده تساؤل ولا حاجه يكتبه، بحيث لما نتقابل في المعمل، بالتالي وقت المعمل بيبقى يعني فيه فرصه كويسه، لما بنتقابل في صاله 250 بتبقى فرصه ان احنا لو في اي سؤال عام كده ممكن ايه نطرحه ونجاوب عليه. احمد محمد برضو لسه رافع ايديك، حد عنده سؤال؟ انا كده اشكركم واتمنى لكم كل توفيق، بحيث ان انتوا تذاكروا اول باول كده، واوعدكم ان احنا من الاسبوع الجاي انا اتاكدت من الفني بتاع المعمل الحمد لله ان العينات جهزوا العينات في فتره الاجازه بتاعه الاختبارات، وان شاء الله هنبتدي برنامج الاختبارات في المعمل من تاني اسبوع ان شاء الله. اشكركم واتمنى لكم كل توفيق. السلام عليكم.